خير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى الفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بتقرير مهم جدا جدا. هذا التقرير صدر من الأمم المتحدة بخصوص الشباب وتعاملهم مع الإنترنت وخطورة تعامل كمان الأطفال مع الإنترنت. التقرير بيقول إيه بقى؟ اتكلم بشكل مفصل وقال ان خلال العام الماضي ارتفع عدد الناس اللي بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي اللي عمرهم ما بين 15 ل 24 سنه ل 79% من سكان العالم كله، بعد ما كانت كام؟ كانت 65%. الارقام اكدت ان الاطفال بيقضوا وقت اطول على الانترنت الايام دي اكتر من اي وقت فات وبنسبه متزايده، وان في طفل بيدخل على الانترنت لاول مره كل نص ثانيه. متخيله الاحصائيه كل نص ثانيه؟ يعني الدقيقه اللي احنا اتكلمنا فيها دي في 60 في 120، في 120 طفل دخلوا على الانترنت. التقرير الاممي بيتكلم بيقول ان ثلث مستخدمي الانترنت في العالم من الاطفال، ومع كده مفيش اي مجهود بيتعمل علشان تحمي الاطفال دي من مخاطر العالم الرقمي وحمايه انشطتهم على الانترنت، او انهم يزودوا قدرتهم على الوصول للمحتوى، المحتوى الامن وعالي الجوده من الانترنت. وانا عايزه اقول لك بقى على حاجه، الموضوع بقى نسبي جدا، يعني اللي بيقبله اسره غير اللي بتقبله اسره تانية، غير اللي بتقبله مجتمع بحاله، غير طبع. يعني الموضوع برضو مطاط جدا، وبرضو بيرد او بيرجع ليه اللي اصدر التقرير، لانه اعتقد التقارير الامميه ما بتبقاش برضو حاطه في حسابها قوي العادات والتقاليد الشرقيه والقيم الشرقيه اللي ممكن تكون بتختلف خالص. بس هو اكيد في ابحاث اتعملت في كل البلدان حتى يصدر هذا التقرير بهذا الشكل، وبيتكلموا كمان في التقرير عن المسؤوليه. مسؤوليه مين؟ حمايه الاطفال في العالم الرقمي. المسؤوليه بتقع على كاهل الجميع، بما في ذلك الحكومات والأسر والمدارس وكل المؤسسات، ولكن التقرير أكد على وجود مسؤولية كبيرة جدا بتقع على كاهل القطاع الخاص، وخصوصا في مجالات الاتصالات والمجالات التكنولوجية، وهي مسؤولية بحسب التقرير لم تؤخذ بجدية كافية حتى الآن. الأطفال دلوقتي هم الأكثر تواصل على الإنترنت ومعرضين لمشاكل كتير إذا ما تمش توفير الحماية والرعاية فيهم. هل ده ممكن يتنافى مع خصوصية؟ هل ده ممكن يتنافى مع سهولة الوصول لأغلب المعلومات أو الأكسسابيليتي زي ما بنقول؟ مش عارفة، ده اللي هنتكلم عليه النهاردة، وهنشوف إيه اللي ممكن يكون بيتعرض له الأطفال وإزاي نقدر نوفر ليهم حماية لازمة. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لهاله ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس. صباح الخير عليكي يا هاله. صباح الفل يا شاذلي، اخبارك ايه؟ صباح الفل يا منى. زي الفل. هنتكلم معاكي يا هاله لغايه شهر 10. لا لا لا، احنا كده مش هنقعد نسال لغايه شهر 10، حر ورطوبه مكملين معانا، احنا في اغسطس طبيعي يعني. شكرا. على العموم هنستعرض كده مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحراره رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة توصل 36، ده طبعا في الظل، وأقل درجة حرارة في مطروح 32، أسوان العظمى فيها توصل 44. هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ستيفان سيجوني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العالمين الجديدة، واللي بيتم البدء في تسليمها لحاجزيها ضمن المرحلة الأولى. خلونا نشوف دلوقتي مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ستيفان سيغوني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة. وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول لاتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكداً أن استمرار الحرب بالقطاع بيجر المنطقة لدائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، ومنوهاً إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكداً دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العالمين الجديدة اللي بيتم البدء في تسليمها لحاجزيها ضمن المرحلة الأولى من المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض المدينة. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة اللي شمل التفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية والأبراج الهلالية إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وجعلها نقطة جذب عالمي بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية تجذب إليها العديد من السائحين. أيضاً امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الاحتفالية المقامة لتسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات المنفذة بمدينة العالمين الجديدة. وفي ختام الاحتفالية سلم مدبولي عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات اللي بيتم تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة لحاجزيها، وده بالأبراج الشاطئية ومزارين والحي اللاتيني والداون تاون وسكن مصر. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه في دوله الامارات، وده البحث سبل تعزيز اوجه ومجالات التعاون المشتركه بين جمهوريه مصر العربيه ودوله الامارات العربيه المتحده في مختلف القطاعات. واشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الى انه متابعه لما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة والطاقة والكهرباء والاستثمار، لافتاً إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والزملاء من الوزراء المعنيين بالإشراف على ما تم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد ومتابعة ذلك مع نظرائهم من الجانب الإماراتي. أيضاً امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة خليج السويس بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات مصدر إنفينيتي. بيأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارتي النقل والمالية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات فهنبدأ من محافظة الأقصر، فيها تم تسليم نموذج 8، هذا النموذج هو نموذج نهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء. في السويس تم منع دخول التوك توك نهائياً داخل جميع مناطق المحافظة. كمان محافظة كفر الشيخ أعلنت على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال، وفي البحيرة تم التأكيد على مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بجدية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار
أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الأقصر سلمت نموذج 8 النهائي لطلب التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لأول مرة، وده في إطار سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كل التسهيلات ليهم وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء. أكدت محافظة السويس منع دخول التوك توك نهائياً داخل جميع مناطق المحافظة بداية من منطقة كبريت على حدود محافظة الإسماعيلية، وده ضمن الاجتماع الأسبوعي لمديري المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام والقيادات التنفيذية بالمحافظة. أعلنت محافظة كفر الشيخ النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بالمدارس الرسمية والخاصة عربي من سن 4 سنوات ل3 سنوات ونصف، وده للقطاعات اللي بيها أماكن شاغرة فقط، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم 3 سنوات ونصف، ويتم حساب السن حتى أول شهر أكتوبر 2024. وعقب القبول المبدئي للطالب تتاح بياناته لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة. مستشفيات جامعة بني سويف أعلنت إجراء أكثر من 300 ألف تحليل للمرضى بقسم المعامل خلال النصف الأول من عام 2024 بمستشفيات الجامعة، حيث يتردد على المستشفى يومياً عدد كبير من المرضى سواء للكشف داخل العيادات الخارجية أو داخل قسم الاستقبال والطوارئ مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. أكدت محافظة البحيرة على مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بجدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين واستعادة حق الدولة بشكل كامل، حيث شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بمركز مدينة وادي النطرون، وأسفرت تلك الحملة عن استرداد 5 قطع أراضي أملاك دولة بمساحة 1194 فدان. أيضاً مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية مجانية في مركز أبو قرقاس خلال يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1374 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك، بس صحح لي معلوماتي، يمكن الظاهره الجويه المستمره معانا هي الرطوبه ده غير الحر، وده بسبب تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي، صح كده؟ بالتاكيد طبعا، يعني احنا دايما بنقول ان شهر اغسطس بيكون هو ذروه الرطوبه في فصل الصيف، وبيليه شهر طبعا يوليو من حيث ارتفاع نسب الرطوبه، فاحنا بالتاكيد الفتره دي بنسجل اعلى نسب رطوبه على مستوى الجمهوريه، سواء على السواحل الشمالية أو المحافظات الداخلية، لكن طبعا السواحل الشمالية دايما بتكون هي صاحبة النصيب الأكبر من ارتفاع نسب الرطوبة، بالذات بالليل اللي بتوصل بالظبط بالليل بتكون هي العظمى في نسب الرطوبة اللي بتوصل لأكثر من 90 و95% على سواحلنا الشمالية. وده معناه أن الهواء بيكون مشبع بشكل كامل ببخار المية، بالتأكيد ده بيكون له تأثيره على إحساسنا بدرجات الحرارة وبارتفاع الحرارة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. لكن لو اتكلمنا عن درجات الحرارة الفترة دي، زي ما دايما بنقول إنه من بداية أغسطس حتى الآن درجات الحرارة لم نشهد درجات حرارة قاسية أو شديدة بشكل ملحوظ زي اللي كنا بنشهدها الشهرين الماضيين، لكنها أيضا في المقابل لم تنخفض عن المعدلات الطبيعية، لكن الفترة دي كلها ما بين ال 35 ل 37، وده يعتبر اما في اخر الحدود المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه لدرجتين تقريبا، وبالتالي استمرار الاجواء ما بين الحاره لشديده الحراره، لكن ارتفاع نسب الرطوبه بالشكل الكبير بيكون هو العامل الاساسي والرئيسي اللي بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره اللي بتوصل بالتأكيد لأكثر من درجات الحرارة اللي بيتم قياسها. يعني لما بنسجل على القاهرة 36 درجة مئوية زي اليوم تحديدا، بالتأكيد المواطن بيشعر بها وكأنها 38 أو 39 درجة مئوية. ده مستمر معنا إن شاء الله طوال هذا الأسبوع ويمكن كمان حتى بداية الأسبوع القادم،
وزي ما احنا عارفين ان كلما اتجهنا الى محافظات الجنوب بتبدا ترتفع درجات الحراره تدريجي، علشان تكون اعلى درجه حراره بنسجلها بتكون على جنوب الصعيد، وفي المقابل كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات الوجه البحري والسواحل الشماليه بتقل درجات الحراره بشكل تدريجي، علشان تكون اقل درجه حراره بنسجلها على مدار اليوم كله سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل على محافظات ومدن الساحل الشمالي المطله على البحر المتوسط. ده بالنسبه لنسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره. الظاهره المهمه كمان اللي موجوده معانا الفتره دي هي الشبوره المائيه. بالتاكيد مذاكره. ايوه اتفضل. شبوره مائيه خفيفه طبعا على الجزء الشمالي من الجمهوريه، كلنا ملاحظينها خاصه اللي بيتحرك خلال ساعات الصباح الباكر، لكن بتكون هي فترتها قليله من حوالي 3 ساعات الى 4 ساعات بالكثير من بعد الساعه 4 الفجر، وبمجرد طلوع الشمس بتبدا تتلاشى الشبوره بشكل تدريجي، مش بتؤثر بالشكل الكافي على الرؤيه الافقيه، فهي غير مؤثره بشكل كبير، لكن خلينا نقول ان تلاشت فرص الامطار تماما على المناطق الجنوبيه من الجمهوريه، وبدات كمان درجات الحراره على الجنوب ترتفع علشان توصل ل 43 و44 درجة مئوية، لكن بالنسبة أيضا لسرعات الرياح فهي معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية، لكن اللي بيكون متواجد خاصة خلال ساعات الليل في أماكن مفتوحة أو أماكن مكشوفة زي الحدائق العامة بيلاقي بعض نسمات وهبات الرياح، ودي الحقيقة بتساعد بشكل كبير على احساسنا بدرجات حراره اقل من الطف، بيكون الجو الطف عنده يعني. بالتاكيد لو اتكلمنا عن اخر عنصر بقى وهو ارتفاعات الامواج سواء على شواطئ البحر المتوسط او البحر الاحمر، فهي طبعا معتدله. البحر المتوسط بتوصل عليه ارتفاعات الامواج ل 2 متر، و2 متر بيكون هو ارتفاع موجي، يعني يمكن خلينا نقول انه حساس شويه، يعني مش مرتفع بالشكل الكافي، يعني ممكن يكون مناسب يا دكتور محمود لأعمال الملاحة والصيد لكن غير مناسب للسباحة مثلا، بالذات في شواطئ البحر المتوسط كمان. بالظبط، لكن كمان مش على كل الشواطئ، يعني ممكن ارتفاع 2 متر على شواطئ البحر المتوسط في بعض المناطق يكون مناسب لأيضا أعمال التنزه وبالنسبة للمصيفين، مناطق تانية ممكن يكون غير مناسب بشكل نسبي، دي يحددها المسؤولين عن الشواطئ. أيوة. على البحر المتوسط. البحر الأحمر بتكون عليه ارتفاعات الأمواج أو أقصى ارتفاع للموج بيوصل لواحد ونصف المتر، فهي مؤهلة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة وكمان الموجودين على الشواطئ، لكن في المقابل درجات الحرارة على شواطئ البحر الأحمر مرتفعة بشكل كبير مشابهة لدرجات الحرارة في محافظات الصعيد. العنصر المهم زي ما حضرتك ذكرت في البداية والظاهرة الرئيسية هي ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، علشان كده دايما بنأكد على التواجد دايما في أماكن جيدة التهوية خاصة خلال ساعات المساء، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن نسب الرطوبة العالية بالنسبة لهم خاصة اللي بتوصل لأكثر من 90% خلال ساعات الليل بتكون بالتأكيد لها آثار سلبية عليهم، علشان كده دايما نتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال ساعات الليل، فتح النوافذ لتغيير الهواء وحدوث حركة الهواء داخل المنازل، التواجد في مناطق جيدة التهوية خارج المنازل زي الحدائق العامة، ده كله خلال ساعات الليل، بالإضافة طبعا للنصائح الهامة بالنسبة لدرجات الحرارة نهارا، وهي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة. ونشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة العظمى فيها تكون 36 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37-27، الأسكندرية 33-24 والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 32-25 ودمياط 33-26، بورسعيد 34-27 والإسماعيلية 38-25، السويس 36-25 والعريش 35-25، أما كاترين 32-18 وطوبة 37-27، حلايب 37-31 وشلاتين 41-31، شرم الشيخ 40-31 والغردقة 40-30، الفيوم العظمى فيها توصل 39 والصغرى 25، كذلك بني سويف 39-25، أما الوادي الجديد 43-27 وأسيوط 40-26، سوهاج 41-26
44-27 وقنا 43-29، الأقصر 43-29 وأسوان 44-30. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة وشذلي عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هلا. شكرا. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هيعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، وده بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التعرف على الكلية المرشح لها من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق لمعرفة الكلية المرشح لها، ثم يقوم بطباعة بطاقة الترشيح، وده في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة. النهاردة هيواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية الجديدة لعام 2024-2025 على مدار الأسبوع الثالث على التوالي، وبيأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتأهيله وتدريبه في كافة مؤسسات الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، ومن خلال تنفيذ رؤية الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة. وبيشهد مركز التنمية المحلية بسقارة انطلاق الأسبوع التدريب الثالث من خطته التدريبية للعام الحالي بتنفيذ 4 دورات تدريبية، وهي الأسبوع الأول من دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية، والأسبوع الأول من دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة تطوير الإدارات الهندسية، ودورة إدارة المشروعات مستوى متقدم PPA أو PMI. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 112 متدرب من جميع المحافظات. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. هيلتقي برنتفورد مع كريستال بالاس في تمام الساعة 4 العصر. في تمام الساعة 6:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الداخلية مع البنك في تمام الساعة 5:30 عصراً. في نفس التوقيت هيلتقي المقاولون مع الجونة. وفي 9 ليلاً هيلتقي الاتحاد مع المصري، وفي نفس التوقيت هيلتقي زد مع سيراميكا. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، الشباب هم دلوقتي القوة الرئيسية في عالم التواصل الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 79% منهم ما بين 15 و 24 سنة بيستخدموا الإنترنت مقارنة بما كانت عليه في السابق 65%. الجديد بقى أن الأطفال كمان بيقضوا وقت أطول على الإنترنت، ده غير أن تلت مستخدمي الإنترنت حول العالم من الأطفال، ده بحسب تقرير صدر في عام 2017. رغم الجهود في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وكمان تقديم محتوى آمن، لسه ده كله محدود. القطاع الخاص خصوصا في مجالات التقنية والاتصالات لازم يكون ليه دور أكبر عشان يقدر يحمي الأطفال من التنمر وكمان من المخاطر الرقمية، خصوصا أن أكتر من تلت الشباب في 30 دولة اتعرضوا بالفعل للتنمر على الإنترنت. النهاردة الشباب هم المحرك الرئيسي للتواصل الإلكتروني على مستوى العالم. الأرقام بتقول إن في عام 2023 حوالي 79% من الناس اللي أعمارهم بين 15 و24 سنة كانوا بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي، وده مقارنة ب 65% من باقي سكان العالم. كمان الأطفال بيقضوا وقت طويل على الإنترنت دلوقتي أكتر من أي وقت فات، وكل نص ثانية بنلاقي طفل بدأ يستخدم الإنترنت. تقرير من عام 2017 قال إن تلت مستخدمي الإنترنت حول العالم هم الأطفال، ومع ذلك الجهود لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتقديم محتوى آمن ليهم لسه قليلة. الحماية في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والأسر والمدارس، لكن في مسؤولية كبيرة على الشركات الخاصة خصوصاً في مجالات التقنية والاتصالات اللي لسه ما مشيتش بجدية كافية لحد دلوقتي. اليونيسف كمان حذرت من أنه رغم الفرص الكتيرة اللي بتوفرها التقنية للأطفال إلا أنه في مخاطر كبيرة برضو. التنمر الإلكتروني وغيره من أنواع العنف ممكن يأثروا على الأطفال والشباب اللي بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. الأرقام بتوضح إن أكتر من تلت الشباب في 30 دولة قالوا إنهم تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت، وواحد من كل 5 شباب بيتركوا المدرسة للسبب ده. أنا
النهاردة ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور ابن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. ابتدى تعليمه من الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سن صغير، وبعدها التحق بكلية الأداب جامعة القاهرة لغاية بقى واحد من جيل الصحفيين المخضرمين والكتاب والأدباء اللي أثروا فعلا وأثروا الحياة الثقافية في مصر لمدة سنين طويلة. تعالوا مع بعض نشوف محطات لمسيرة الفارس الذهبي أنيس منصور. تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور الذي ولد بقرية قرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مثل هذا اليوم عام 1924، وبدأ تعليمه من الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، بعدها التحق بكلية الأداب بجامعة القاهرة واختار قسم الفلسفة الذي تفوق فيه وحصل على الليسانس عام 1947. يعتبر أنيس منصور واحداً من جيل الصحفيين المخضرمين والكتاب والأدباء الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر لعقود، وجمع بين الصحافة والفكر والأدب والفلسفة والترجمة، واشتهر بمقاله اليومي في جريدة الأهرام تحت عنوان مواقف، كما ألف عشرات الكتب. يعد أنيس منصور واحداً من أغنى الأقلام المصرية والعربية، فساهمت معاصرته لمثقفين وأعلام كبار في الفكر والثقافة مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم في تشجيعه على التحصيل العلمي والمعرفي وتنويع اهتماماته الفكرية والثقافية، كما أعطت لمقالاته وعمله الصحفي تميزاً وعمقاً وتنوعاً في مجالات الكتابة في السياسة والفكر والثقافة والأدب والفلسفة والاقتصاد. عاصر أنيس منصور فترات تاريخية هامة في مصر من عهد الملكية إلى حكم عبد الناصر ثم السادات ومبارك، ورافق السادات في سفره إلى القدس عام 1977. أيضاً أثرى أنيس منصور كأديب وفيلسوف ومفكر وصحفي ومترجم المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، وساعده في ذلك إلمامه بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها، حيث ترجم أعمالاً وكتباً أدبية أجنبية. كتب أنيس منصور في أدب الرحلات كتاب بلاد الله لخلق الله وأعجب الرحلات في التاريخ وحول العالم في 200 يوم، وفي فترة من الفترات كانت كتاباته في ما وراء الطبيعة هي الكتابات المنتشرة بين القراء والمثقفين، ومن أشهر كتبه في هذا المجال الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء ولعنة الفراعنة. أيضاً كتب في السيرة الذاتية عاشوا في حياتي وفي صالون العقاد كانت لنا أيام، كما كتب عن الوجودية، وفي السياسة كتب الرئيس قال لي وقلت أيضاً شبابنا الحيران وعلى رقاب العباد، كما كتب أعمالاً درامية تحولت لمسلسلات تلفزيونية منها من الذي لا يحب فاطمة وعريس فاطمة وغاضبون وغاضبات. ترك أنيس منصور بصمته في الصحافة المصرية مع جيل الرواد مثل محمد التبعي ومحمد حسنين هيكل، وكتب العديد من الأعمال الأدبية. وبعد تدهور حالته الصحية رحل أنيس منصور عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011 عن عمر ناهز 87 عاماً. النهاردة هنحتفل مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر بذكرى ميلاد الفنان الجميل الراحل إبراهيم نصر صاحب الكاميرا الخفية، واللي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية هتفضل علامة في تاريخ السينما المصرية. إبراهيم نصر واحد من أبرز طبعا نجوم الكوميديا اللي عملها بشكل مختلف، وساهم طبعا أنه يطور برامج المقالب لغاية ما بقى رمز كده لشهر رمضان في برامج المقالب بنستناه. أنا جاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد طبعا، اللي الجمهور بيبقى حابب كل سنه يعرف فكره برنامجه الجديد عشان يستمتع بيه ويستمتع بالافيهات اللي بيقدمها بيبقى مستنيها كل سنه. احنا النهارده في صباح الخير يا مصر بنحتفل بذكرى ميلاده، تعالوا مع بعض نتابع. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 من أغسطس عام 1946 بحي شبرا في القاهرة، وحصل على ليسانس الأداب عام 1972، وحقق شهرة واسعة في المجال الفني.
بدأ حياته بتقليد النجوم، ثم انتقل للتمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون، لكن شهرته الكبرى جاءت من خلال برنامج الكاميرا الخفية الذي قدمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة بشخصية زكية زكريا التي لاقت نجاحاً هائلاً. وحداني الوحد. الله يرحمك يا فريد، كان يقول وحداني هعيش كده وحداني. دخل إبراهيم نصر عالم التمثيل بالصدفة بعد لقائه بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي اقترح عليه التمثيل في برنامج عزيزي المشاهد مع الراحلة أماني ناشد. هذا الظهور كان نقطة التحول في مسيرته الفنية، حيث حقق نجاحاً كبيراً لم يكن يتوقعه. من أبرز أعماله الفنية كان تجسيده لشخصية الفنان الكبير حسين رياض في مسلسل تلفزيوني يروي قصة حياته الشخصية والفنية، وكان يرى حسين رياض من أفضل الفنانين الذين جسدوا شخصية الأب الحنون في السينما المصرية، واعتبر نفسه جزءاً من مدرسته الفنية. قدم إبراهيم نصر العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، كما قدم أعمالاً درامية مميزة. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، أنا متعكنن، أنا متحصر، جاي بعزي بنتك سامية، يا أحسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر. توفي الفنان إبراهيم نصر في 12 مايو 2020 عن عمر ناهز 70 عاماً بعد صراع مع المرض، لتبقى أعماله خالدة في قلوب محبيه. نجم الكورة المصري محمد صلاح حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم الحالي، ومع تسجيله الهدف الثاني لليفربول ضد أيبسويتش رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لتسع أهداف، واللي كان بيتقاسم الرقم القياسي قبل كده مع فرانك لامبرد وواين روني ولان شارر. تفاصيل أكتر عن إنجازات وأرقام صلاح هنتعرف عليه. معنا طبعا دلوقتي الكابتن إبراهيم هلهول المدير الفني بالاتحاد الإنجليزي. صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتحيات للساده المشاهدين والاستاذ منى. صباح الخير، يا اهلا بيك يا كابتن. كابتن، بدايه صلاح امبارح بتؤكد انه داخل دخله قويه جدا في بدايه الموسم عشان عايز يعمل حاجه في الموسم على ما اعتقد. يعني محمد صلاح النهارده استاذ محمد، عايز اقول لحضرتك ان هو النهارده من اقوى لعيبه الارض. محمد صلاح النهارده مباراه امبارح، حلو التعبير ده، يعني ده حاجه جميله جدا. انا بصراحه كمدرب، كمشجع لمحمد صلاح، كمحب لمحمد صلاح، مش انا بس فخور جدا وسعيد، مش قادر اقول لك السعاده والحب، ويعني مش قادر اوصف فرحتي ان محمد صلاح في سن 31 32 سنه النهارده بيتالق من اقوى لعيبه الارض. النهارده بيبعت كمان ده النهارده في كل الجرايد الانجليزيه بيبعت يعني تحذير شديد اللهجه لأرن سلوت. انا بكمل مسيره الثمان سنين اللي كانوا مع يورجن كلوب، انا بكمل المسيره، انا موجود معاك، انا القلب النابض لنادي ليفربول. محمد صلاح النهارده كابتن محمد صلاح القلب النابض لليفربول. النهارده ليفربول يعني هو البيس بتاعهم، هو القاعده بتاعتهم، هو المحرك الاساسي. لا ما شاء الله، فايق، اخد كل حاجه بروفيشنال، اخد كل حاجه سيريس قوي، مش راجل شغال، كل زمايله كمان بيثقوا فيه. يعني انت بتتكلم ان هو رقم واحد النهارده في من احسن لعيبه العالم. النهارده عدى ما شاء الله فرانك لامبارد وروني وشيرر وتيدي شيرينغهام، وعايز اقول لحضرتك يعني 9 اهداف كل موسم بسم الله ما شاء الله تبارك الله بيجيب بيحرز في بدايه الدوري الانجليزي. احنا طبعا عايزين نقول ان الدوري الانجليزي ده احسن واشيك واقوى دوري في العالم. محمد صلاح بيتالق، محمد صلاح بيثبت لكل يوم للكره الانجليزيه والدوري الانجليزي ان هو فعلا ايجيبشن كينج، هو رقم واحد. طبعا مباراه امبارح كان بعد المباراه بيتكلم خلاص الراجل اندمج كمان في الاجواء الانجليزيه، المذيعه بتقول له ايه رايك في المباراه؟ قال لا احنا بنحقق مش كفرد صلاح، احنا بنحقق كتيم، احنا بنكمل مسيره الثمان سنين بتاعت يورجن كلوب. فيعني انا فخور جدا بيه. مباراه كلنا اتفرجنا عليها امبارح متعه. الشوط الاول طبعا ايبسويتش حاولوا 45 دقيقه عشان يصمدوا، ولكن طبعا ليفربول بخبراته
بلعبته بالمدرب الجديد. حتى المدرب كمان انا فرحت جدا كابتن محمد لما طلع امبارح وقال ان احنا عندنا في الشوط الاول مشاكل الالتحامات الهوائيه. مدرب يعني هيكون اضافه كبيره جدا لليفربول. اعتقد ان التيم كله يعني شغالين ان هم عندهم هدف واحد، ان هم يفوزوا بالدوري الانجليزي السنه دي. هنتفرج على دوري، هنتفرج على مباريات قويه جدا، هنتفرج على دوري الاجمل والاحلى والامتع على مستوى العالم ان شاء الله اللي هو البريمير ليج. هاخد من كلامك يا كابتن وهاخد كلام كابتن صلاح كمان اللي قاله امبارح. صلاح اذا ما عملش الهدف هو بيساهم في صناعته. لما نيجي نقول مساهمات صلاح في الفترة اللي فاتت 300 مساهمة مع ليفربول في الأجوان من إجمالي 350 مباراة، 300 مساهمة في صناعة هدف. مظبوط، 300 من 350 بسم الله ما شاء الله. يعني محمد صلاح مش يعني هو مش كمان مش 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 بيأثر بس على التهديف بس، لا ده بيأثر كمان على 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 زمايله جوه الملعب. حاجه ماكنه ما شاء الله تبارك الله، يعني ماكنه اهداف متحركه، بيعمل كمان اسيست، ثقه. صلاح بيفتح كمان المجال لزمايله، بيعمل سكان للملعب، تحركاته مطلوب منه ان هو ياخد الكوره ويقف يعني يسحب الفرقه في التلت الهجومي. لا صلاح لاعب استثنائي، مش هو بس مش بنتكلم على كده بس، لا الارقام هي يا استاذه هي اللي بتتكلم وتقول كده. ويعني عايز اقول كمان اللي علاقته كمان بزمايله بسولوس باي، هنتفرج على ثنائي جامد قوي صلاح وسولوس باي. صلاح وسولوس باي السنه دي الناس بدات تتكلم، المحللين هنا بداخل الكره الانجليزيه، ان هم الفتره اللي جايه دي هيشوفوا لعيبه يعني بتقرب من صلاح. ليه بقى؟ الخبرات. صلاح بقى دلوقتي يعني بالكوره كده خلاص وصل لمرحله النضج القروي العالي قوي، ان النهارده هو يعني عايز اقول لك حضرتك ان هو مدرب داخل الفرقه داخل الملعب. بيبقى الناس كلها بتبقى في ثقه، مش ثقه بس للعيبه، ثقه بس للجهاز الفني، ثقه للجماهير، ثقه لكل الناس اللي موجوده. صلاح موجود تقله في الملعب، يعني حاجه مهمه جدا للنادي ليفربول. طبعا ليفربول انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني بيتكلموا عليه امبارح، فقالوا ان هو رمز التفوق والثبات وافضل لعيب العالم، والانجاز اللي بيعمله مش انجاز شخصي، لا ده انجاز للفرقه كلها. وصلاح كمان يعني كمان التأثير داخل الملعب زي ما قلت لحضرتك، ان هو بيتحرك بدون كورة، دي حاجة طبعا جميلة جدا. طيب كابتن ابراهيم، البعض كان بيتوقع واعتقد انه توقعاتهم بتبقى منطقية الى حد ما، انه مع تغيير الجهاز الفني والمدير الفني للفريق الوضع بيختلف شوية، خصوصا احنا عارفين علاقة صلاح بيرجن كلوب كانت عاملة ازاي. شايف صلاح الفترة اللي جاية هيكون عامل ازاي؟ مكمل مع ليفربول بنفس الاداء بنفس الروح بل واكتر كمان؟ ويمكن كلام حضرتك فيه برضو جزء من اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، انه اللعيبة بقت بتثق فيه لانه هو بقى الخبرة، يعني صلاح موجود فالفريق مطمن. بالظبط كده. انا من وجهة نظري صلاح هيجدد ان شاء الله قبل موسم، قبل يعني قبل شهر 6/25 يعني شهر يونيو اللي جاي ان شاء الله العقد بتاعه هيخلص. صلاح قال لك يعني خلاص الراجل قاعد. بص يا كابتن محمد، خليني اقول لحضرتك اخدك على حته كده، احسن ملاعب، احسن سيستم موجود في العالم، احسن سيت اب، انا مش هسيب كل دوت وهروح ادور زي ما قلت قبل كده، اروح ادور على بدايه ان انا اروح اتالق في مكان تاني، لغه جديده، مكان جديد، انا احسن واحد، انا الكينج دلوقتي، انا رقم واحد. صحيح. وبنافس على الكره الذهبيه دلوقتي، خصوصا كمان انه واخد مكانته مش بس مع الجهاز الفني، كمان مع اداره النادي ومع الجماهير كمان. بالظبط كده. حضرتك لما كانوا في امريكا، بص كان الناس كلها بتجري تتهاتف عليه ازاي، بسم الله ما شاء الله، ظاهره لن تتكرر، ظاهرة قوية جدا، لعيب بسم الله ما شاء الله متكامل، عنده المنتاليتي عالي قوي. لما اتكلم هو محمد صلاح زمان على حتة المنتاليتي، انا فعلا انا بتكلم كمدرب وك يعني انا موجود في المطبخ وبقابل لعيبه وبشوف طبقات من اللعيبه بتروح وبتيجي، لا المنتاليتي فعلا او يعني انت التفكير، انت يبقى عندك ايه اللي انت عايزه، وانت عايز ايه، انت عايز ايه من الكوره، انت هدفك ايه، ال10 15 سنه اللي انت بتلعبها ولا 12 سنه اللي بتلعبهم، هل انت يعني محتاج ايه، عايز ايه من الكوره، هيكون عندك شويه حرمان ولكن بعد كده هتوصل وهتحقق كل اللي انت نفسك فيه. هتمشي وتقول انا خلاص بقيت نجم ولعبت لك موسم وخلاص واتالقت وبعدت عن الخط، وزي ما بيقولوا يعني ماشي على سطر وبتسيب سطر، هتروح في حته تانيه خالص. ولكن لو انت ركزت والتزمت
وجيت يعني الفتره بتاعت الكوره دي واشتغلت على نفسك شويه ذهني وبدني، وعرفت ان الكوره دي فعلا هي دي اللي هتقعد لك بعد ما تبطل السيره والسي في بتاعك اللي انت عملته والتالق بتاعك دوت، هو ده اللي انت اللي هتلتزم بيه. ولكن لو انت فضلت بقى ان انت هتبقى في الاضواء وخلاص بقى، وتنزل تطلع تعمل انترفيو وتشتغل هنا وتشتغل هنا وتطلع في الفضائيات وما تركزش وتسهر وما تشتغلش على نفسك وتنام بدري. محمد صلاح بيقعد في الجيم 3 ساعات، محمد صلاح عنده حرمان، انا على المستوى الشخصي شفته، قربت منهم، دخلت مع النادي ليفربول. لا عايز اعرف يعني ايه عنده حرمان، الجمله دي مقصود بيها ايه؟ في حرمان كتيره يا استاذه حضرتك، احنا هنا بننام الساعه 8، يعني مش ممكن اروح فرح الساعه 2 واسهر وتاني يوم الصبح اطبق زي ما يروح اللعيبه. خلينا نقول بقى عنده التزام ناحيه مستقبله اكتر من ان هو عنده حرمان. بالظبط، يعني انا طبعا يعني انا ما يبقى في التزام وفي عنده سيستم هنا قوي جدا، مش اي حد يلعب في البريمير ليج، مش اي حد يلبس التيشيرت بتاع البريمير ليج، سواء بقى بنتكلم على التوب 5 او التوب او الميدل تيبل او الناس اللي تحت، لا القوي جدا. احنا بنتكلم اربع ليجات الاولانيين اللي هي بريمير ليج تشامبيونشيب وليج 1 وليج 2، كوره قويه جدا، مش اي حد يجي يلتزم، لان الالتزام عندنا هنا صعب جدا جدا. لازم في التزام، لازم في ثبات، لازم يبقى في تفكير. محمد صلاح يا استاذه احنا في الاتحاد الانجليزي المحاضرين بيضربوا بيه المثل، بيجيبوه لنا ان هو راجل صاحب قرار، عنده شخصيه جوه الملعب وخارج الملعب، عنده قرار، بيفكر، بياخد القرار في اقل من ثانيه، هو ده اللعيب اللي بيقدر يكمل في الملاعب، الراجل اللي عنده المنتاليتي عاليه جدا، ودي نعمه من عند ربنا وموهبه، الالتزام، المنتاليتي بيشتغل عليها جدا والحمد لله كل يوم. يمكن هو ده السبب اللي مخلي محمد صلاح محمد صلاح، الالتزام، المنتاليتي اللي حضرتك بتتكلم عليها والرؤيه المستقبليه، ان هو حاطط لنفسه خطه ماشي عليها، اعتقد ده اللي بيفرق. الكابتن ابراهيم هلهول المدير الفني بالاتحاد الانجليزي، شكرا جزيلا لوجودك معانا. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغوغني، والذي أشاد بدور مصر في جهود الوساطة. وأكد الرئيس السيسي أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، منوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير الخارجية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. وأعربت مصر عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب الصومال وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر على دعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب ومساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض في شارع الهوجة في مخيم جباليا. واستشهدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن جيش بلاده عزز مواقعه في كورسك الروسية بعدما يقرب من أسبوعين من توغله في المنطقة. ودعا الرئيس الأوكراني حلفاء كييف إلى اتخاذ قرارات جريئة للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى على الأراضي الروسية. وقال زيلانسكي إن قائد الجيش ألكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضا المزيد من العسكريين الروس، لافتا إلى أن العملية في منطقة كورسك تسير حسب الخطة الموضوعة وأن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها وتعزيز مواقعها. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وضع السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيط المحطة. وأضاف غروسي أنه ما زال يشعر بقلق بالغ، مكررا دعوته لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالمبادئ الخمسة المحددة لحماية المحطة. ونقلت وكالة للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظفو المحطة. ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كاماشاتكا في أقصى شرق روسيا وفق ما أفادت الهيئة الإقليمية لرصد الزلازل. وقالت وزارة الطوارئ المحلية إن الزلزال شعر به سكان المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن خطر التسونامي غير قائم. وجاء في منشور للفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة كاماشاتكا أن فرق أجهزة الإغاثة والإطفاء بصدد تفقد المباني. وضرب الزلزال على عمق نحو 50 كيلومترا قبالة شبه جزيرة كاماشاتكا على بعد نحو 90 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بيترو بافولاسك كاماشاتسكي وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة من مختلف دول العالم، تم تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين بالمنصورة وتحديدا في نادي جزيرة الورد. البطولة انتظرها طبعا عدد كبير من الرياضيين خاصة المهتمين بلعبة التنس، وده طبعا نظرا لنجاح التجارب السابقة في التنظيم وخروج البطولة بأحسن تنظيم ممكن. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر، معانا على التليفون إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة. صباح الخير. طبعا خير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بدايه كده لو توضح لنا البطوله بتشمل على ايه؟ فعاليات وانشطه رياضيه، اعمار المشاركه ايه؟ كل التفاصيل. الحقيقه البطوله الدوليه للناشئين والناشئات دي تبع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للتنس. الحقيقه النادي بيقوم بتنظيم البطولات، عندنا 4 بطولات في السنه. عندنا رئيس مجلس الاداره معالي النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس اداره النادي وعضو مجلس الشيوخ. الحقيقه قاموا بعمل كبير جدا، عمل تم الجان، عمل اقامه، الاعاشه، الملاعب، الاستشفاء، الجيم، حمام السباحه. الحقيقه عندنا في النادي بنيه اساسيه، البنيه الاساسيه دي مخصصه لعمل البطولات الدوليه. النادي اصبح محطوط على الخريطه الدوليه. البطوله المقامه حاليا كان في بطوله محليه قبلها بيومين، كان يوم 8 و9. بدأنا من يوم 10 لغاية يوم 17، امبارح كان نهائي البطولة. الحقيقة النهائي كان فنيا واداريا من انجح النهائيات اللي اتعملت في نادي جزيرة الورد. عندنا اكثر من 6 ملاعب مجهزة وكلها وكل اللجان المخصصة لنجاح هذه البطولة. الاجهزة الادارية والفنية، جميع اللاعبين، كان عندنا اكثر من 14 دولة مشاركين في هذه البطولة، بنين وبنات، هم ناشئين تحت 18 سنة. بالنهائي كان عندنا بين في الفردي الولاد بين إياد اللي هو المصري وفي تركي، وكان برضو البنات كانوا تركي وتركية وروسية، والدبل برضو كان نفس 2 برضو موجودين، 2 روس و2 هنود. كان عندنا الحقيقة الدول المشاركة
كان عندنا الهند، كان عندنا الصين، كان عندنا ليتوانيا، كان عندنا اسبانيا، كان عندنا امريكا، كان عندنا تونس، كان عندنا المغرب، كان من كل دول العالم، بالاضافه طبعا للاعيبه المصريين. المستوى التنس الحقيقه في الايام الاخيره ان شاء الله هيلاقي طفره كبيره جدا جدا جدا. مجلس اداره اتحاد التنس برئاسه المهندس اسماعيل الشافعي بيدي كل الدعم وكل الترتيبات لعمل لإنجاح هذه البطولة. البطولة الدولية عندنا بقت سمة من سمات المنصورة، بيبقى فيها انتعاش في كل المجالات. طبعا دي بتدي اسم لجمهورية مصر العربية، بتدي اطمئنان للناس كلها. كان عندنا بقول لحضرتك أكثر من 14 دولة أجنبية موجودين، كل يوم بينزلوا الجيم وبيدخلوا حمام السباحة، بيمشين في مدينة المنصورة وعاملين حاجة جميلة جدا وجو جميل جدا. قد ايه طبعا يا استاذ ابراهيم ده بيفرق في تصنيفنا كمان عالميا. لكن حضرتك بتقول دلوقتي ان النادي استضاف اربع بطولات دوليه، هل هم اربع نسخ من نفس البطوله ولا بطولات مختلفه؟ بتبقى مختلفه يا فندم. يعني كان دي البطوله دي كان جي 100، قبل كده كانت جي 16، واخد بال حضرتك. البطوله على حسب ترتيبها، على حسب تصنيفها عالميا، وبيبقى ده وتوقيت البطوله. يعني عندنا في بطوله في شهر 2، بطوله في شهر 6، البطوله اللي موجوده حاليا في شهر 8، وفي البطوله الرابعه ان شاء الله في شهر 12. الاتحاد المصري والاتحاد الدولي بيدوا البطولات دايما للانديه اللي فيها بنيه اساسيه كويسه في اللعبه نفسها، وعشان كده تم اختيار نادي جزيره الورد لهذه المهمه. بالظبط يا فندم. ونادي جزيره طبعا من اكبر انديه الدلتا اللي موجوده، وبيضاهي دلوقتي انديه الجمهوريه كلها. عندنا مجلس اداره برئاسه معالي النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الاداره، هو لاعب تنس وكان امين صندوق الاتحاد المصري للتنس في فتره من الفترات. وطبعا من الالعاب اللي بتلاقي اهتمام كبير جدا هي لعبه التنس في النادي، في اكاديميات كبيره جدا، في اعمار سنيه مش عايز اقول لسيادتك ابتداء من 4 سنوات و6 سنوات بداوا الناس يشوفوا التنس يعني. أكيد. طيب فكرة أن الأعمار المختلفة وأن احنا كمان عندنا البطولة بنين وبنات ودبل وسنجل، يعني عدد من البطولات في بطولة واحدة، ده كله بيحصل إزاي؟ التنسيق الأيام كان معمول إزاي؟ الإعاشة كانت فين؟ دينا بقى التفاصيل دي كلها من فضلك. طبعا سيادتك، يعني مدينة المنصورة من المدن الجميلة جدا جدا جدا. عندنا الإعاشة، عندنا اللي فيه فندق أمام النادي على طول، فندق موجود أمام النادي على طول، ده للإقامة للعيبة، حتى ما بيكلفوش انتقالات ولا حاجة، هم يا دوب بيروحوا زي دقيقتين اتنين ماشي كده. وبعد كده النادي من الأندية اللي هي على النيل فرع دمياط، حوالي 600 متر على النيل فرع دمياط. التنظيم ده كان عندنا الكابتن طارق ماهر، ده الحكم العام للبطولة، موفد من قبل الاتحاد المصري للتنس، بيعمل طبعا القرعة والجدول قبلها، بيوصل للنادي وبيرتب، بيشوف كل الترتيبات، ترتيبات في جميع النواحي، ولابد يكون النادي على قدم وساق جاهز لكل البطولات اعلاميا واداريا وامنيا وكل حاجه يا فندم. لازم نراعي كل الظروف دي، وكل الخدمات تبقى النادي مفتوحه من الساعه 7 صباحا لتدريبات اللعيبه كمان. يعني اللعيبه بتيجي تتدرب قبل ما يلعبوا التدريبات، تدريبات مثلا الماتشات مثلا بتبدا الساعه 9، الجدول بينزل قبلها بيوم. اللي عايز ينزل حمام السباحه بينزل، اللي عايز فيه اللي حضرتك المأكولات والمشروبات، وكل دوله لها طبعا الاكل بتاعها المعين والشرب بتاعها المعين، وطبعا معاهم اولياء امورهم، يعني في اولياء امورهم موجودين معاهم وقاعدين معاهم بيروحوا ويجوا على طول. اكيد. تنشيط للسياحه كمان يا فندم، دي حاجه مهمه قوي. طبعا يا فندم، احنا في الظروف دي حضرتك عايزين دول يبقوا عنوان للنادي والمصر طبعا بكل تاكيد. يعني دول كل 14 دوله حضرتك، دول 14 سفير، اما بيروحوا وبيجوا بلد زي الدقهليه او زي المنصوره، الاقاليم وكل حاجه مفهوم، بس اصبحت يعني مش القاهره. ايوه بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. عندنا وزاره الشباب الدكتور اشرف صبحي طبعا قايم بدور كبير جدا 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 في هذا المجال، يعني ادى قوه دفع للانديه بشكل لا تتخيله، ان دول 14 سفير كل واحد من دول هيطلع يقول. وكان على فكره ردود فعلهم جميله جدا جدا وهم ماشيين، يعني كلهم زعلانين وبيسلموا على الناس، وان شاء الله هنجي لكم مره ثانيه وان شاء الله. يعني ومصر حضرتك عارف بلد مضيافه دايما دايما. صحيح يعني. طيب مستوانا ايه يا فندم في اللعبه؟ نطمن بقى على مستوى اللعيبه المصريين في هذه المسابقه.
والله الحقيقه هو يعني برضه احنا مستوانا كويس الحمد لله، بس انت عارف عالميا لسه تصنيفنا برضه ما هواش مرتفع قوي. احنا وصلنا الحمد لله اياد وصل نهائي الفارد الاولاد، وخسر طبعا بصعوبه جدا جدا من اللعيب التركي اللي كان بيلعبه، والدبل البنات والولاد كانوا كلهم، كان في اتنين هنود واتنين اتراك، والدبلات الثانيه كان في لاعبه كارينا مصريه كانت معها بتلعب دبل مع واحده اسبانيه، وهم اللي كسبوا. الحقيقه دي يعني الحاجه اللي فرحتنا شويه ان كان في فرده كده من الفردتين كده مصريين يعني. طيب التفاصيل بقى بتاعة اختيار المنافسات واختيار المنافسين في البطولة، مين اللي مسموح له انه يشارك في البطولة دي؟ بطولة دولية ومش اول مرة بتقام، ازاي بيتم الالتحاق بالبطولة دي؟ هو حضرتك طبعا اللي فيه على الويب سايت بتاع الاتحاد، الاتحاد الدولي بيسجلوا اللعيبة كلهم، كل اللعيبة بتسجل على حسب ترتيبه وعلى حسب يعني النقط اللي هو واخدها قبل كده، بيجي بيسجل في البطولة المحلية اللي هي بنعملها، اللي هي بطولة اللي قبل التمهيدي. قبل التمهيدي بيطلع منها حوالي 8 لعيبة، وبعد كده البطولة اللي هي بتاعة التمهيدي، وبعدين بنبدأ في البطولة الدولية على طول اللعيبة اللي سجلت. ولها ترتيب في الاتحاد الدولي، بتخش على طول في الاتحاد ده وبتدي الحكم يعد، بيبتدوا يدفعوا الاشتراكات على طول. عندنا الاشتراكات طبعا موجوده، عندنا كل التجهيزات يعني في مكان حديثه جدا لشد مضارب اللعيبه، عندنا اماكن لكل وسائل الترفيه لكل اللعيبه اللي موجوده بعد الماتشات، بيقعدوا ويجوا يدخلوا النادي ويشوفوا كل الطلبات بتاعتهم. حضرتك كل التزامات بننفذها طبعا تماما، لان دي واجهه لمصر كلها باذن الله تعالى. أكيد كل الشكر ليك كابتن إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة، شكرا جزيلا ليك، وبنتمنى نجاح البطولة زي كل موسم. امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شاهد مراسم توقيع اتفاقيتين لمشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجا وات بخليج السويس. ده طبعا بيأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج للطاقة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه طبعا في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس وأيضا الرياح. تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العامة للمهندسين. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا باشمهندس، لو حضرتك تقول لنا تفاصيل الاتفاقية وأهميتها إيه؟ بص يا فندم، احنا في مزيج الطاقة في مصر احنا بنستخدم كل مصادر الإنتاج، كل مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء، فاحنا عندنا محطات طاقة شمسية، محطة بنبان دي من أكبر محطات الطاقة الشمسية بطاقة 582 ميجا وات، وعندنا محطات على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس طاقة رياح، منهم محطة جبل الزيت أكبر محطة طاقة رياح في العالم 582 ميجا وات، وفي الزعفرانة والعين السخنة. الاتفاقية دي اللي هي اتعملت امبارح اللي هي معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي هي طاقة رياح على خليج السويس ب 200 ميجا وات. كل ما بنعمل محطات طاقة جديدة ومتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة رياح بتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري اللي هو الغاز الطبيعي والمازوت في محطات الكهرباء التقليدية. احنا نسبة الطاقة الجديدة ومتجددة في الإنتاج الكهرباء عموما حوالي 25%، إن شاء الله بنأمل في 2030 توصل 35% من إنتاج الكهرباء. أكيد. عظيم، وده يا فندم من تأثير مثل هذه الاتفاقيات. يعني فندم النسبة دي في مؤتمر المناخ كوب 27 اللي كان اتعقد تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، في اتفاقات جديده كتيره توقعت لعمل محطات طاقه جديده متجدده، منهم محطه بغرب سواج دوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، وقعوا اتفاقات كتيره مع مصر لاقامه محطات طاقه شمسيه وطاقه رياح، لان احنا عندنا المناخ كويس، احنا عندنا الاطلس الشمسي بيبين ان كثافه اشعه الشمس ممتازه. تمام. تاني حاجة سطوع الشمس، احنا حضرتك الشمس بتطلع عندنا مش أقل من 8 ساعات وساعات توصل 10 ساعات. ده كان السؤال دلوقتي يا باشمهندس، كنت أسأل حضرتك عن المقومات اللي ممكن تخلي أي شركات عالمية توقع مثل هذه الاتفاقيات مع مصر. برافو على حضرتك. طبعا المستثمرين مش بيجي عشان هنا، يعني بيجي عشان في مميزات كتير، أولا إن الأطلس الشمس كويس جدا، عدد ساعات سطوع الشمس كويسة جدا 8 ساعات أو 10 ساعات، فطبعا دي مميزات كتيرة أنت تاخد تبقى كفاية اللوح الشمس كويسة.
طبعا في عماله كويسه، في مهندسين وفنيين على اعلى مستوى. الدوله بتقدم تسهيلات كتيره جدا للمستثمرين، مش عايز اقول ان الارض بتديها لهم ببلاش، لا، بعد تسهيلات كتيره قوي توصل ل 20 سنه او 30 سنه. الطاقه المنتجه من محطات الطاقه الشمسيه اللي بيعملها المستثمرين او طاقه الرياح بناخدها على الشبكه الكهربائيه، ده وزاره الكهرباء بتشتريها منهم، فهو ضامن فلوسه وضامن نجاح المشروع ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن مشروع حضرتك بتتكلم في ان هو هيساهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بقى اللي موجود بصفة عامة، اعتقد ان ده مستقبلا ممكن يساعدنا اكتر في ان احنا نقلل انبعاثات الكربونية، ان احنا نقلل التلوث، ويساعدنا كمان في الحصول على طاقة بسعر افضل. تمام، برافو حضرتك، السؤال ده توضيح كويس قوي ليه الناس بتسال ايه اللي انا هستفاده من الطاقه الجديده المتجدده. طبعا اولا حاجه بنقلل الانبعاثات الكربونيه، وبنقلل استخدام الغاز الطبيعي. طبعا احنا كنا عانينا الشهور اللي فاتت من تخفيف الاحمال، ودي كان بسبب النقص في الغاز الطبيعي والمازوت. طبعا كل ما احنا بنعمل غاز، كل ما نعمل محطات طاقه جديده، طاقه شمسيه او طاقه رياح، بنقلل كميه الغاز الطبيعي اللي بنستخدمها في المحطات. لو احنا مثلا عايزين 10 ميجا، لا 10 ميجا دول هيستخدموا كميه غاز طبيعي معينه، لا انا 10 ميجا دول هاخدهم من محطه طاقه شمسيه او محطه طاقه رياح، فكده هقلل كميه الغاز الطبيعي، مش هيبقى فيه تخفيف احمال ان شاء الله. فالدوله الصراحه بتسرع جدا جدا في انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده. وفي برضه مشروعات الهيدروجين الاخضر الدوله برضه قايمه فيها، اللي احنا بنحلل تحليل كهرباء للميه ويطلع الهيدروجين الاخضر، ده برضو يعتبر طاقه نظيفه، والدوله عملت مصنع في المنطقه الصناعيه قناه السويس. عظيم. مستقبلا احنا متخيلين ان الدوله ممكن تفتح مجال الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده، يعني احنا كده دلوقتي بنفتح الباب للمستثمرين انهم يقدروا يدخلوا في هذا الموضوع، ما يبقاش فقط من الجانب الحكومي. ايوه يا فندم، كل مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده بتبقى مساهمتها من المستثمرين، يعني ميزانيه الدوله ما بتحملش اي ميزانيه غير احنا بنديهم الارض، والارض برضو بنديها لهم بتسهيلات كتيره. زي ما قلنا ان في اطلس الرياح، يعني احنا من المشروعات انتاج الكهرباء من طاقه الرياح على ساحل البحر الاحمر، لان برضو زي ما في اطلس شمسي في حاجه اسمها اطلس رياح. سرعه الرياح على البحر الاحمر بتتراوح من 10 متر في الثانيه و14 متر في الثانيه، ودي سرعه اقتصاديه، سرعه مهمه جدا لتدور توربينه الرياح. انا ممكن احط توربينه رياح في اي مكان بس مش هتدور بالسرعه الكافيه، يعني زي ما يكون عندك حضرتك مروحه مثلا عملتها على السرعه الاولانيه، اسمها شغاله بس ما بتجيبش هواء. فبرضه توربينه الرياح على ساحل البحر الاحمر مكان ممتاز، يعني اطلس الرياح برضه ممتاز ان انت تعمل محطه طاقه رياح على ساحل البحر الاحمر، وزي احنا عندنا الزعفرانه وجبل الزيت والعين السخنه. فكل دي المستثمر قبل ما يجي بيشوف اطلس الرياح والاطلس الشمس، ده ممتاز. هل الدوله بتدي تسهيلات؟ بتدي تسهيلات. هل في عماله فنيه؟ في عماله فنيه كويسه. هل الدوله هتشتري الكهرباء بعد ما انتج منتج الكهرباء؟ بتشتري الدوله. كل ما يكون المصادر انتاج الكهرباء في اماكن قريبه من الشبكه الكهربائيه، انت ما بتحتاجش على خطوط كبيره، مفيش فقد كهربي، فبتاخد يعني هو الفقد. هو احنا عندنا بالمناسبه عندنا نوعين من الفقد، فقد فني اللي هو زي ما حضرتك قلت ده اللي هو بيبقى في مسافات بعيده، او فقد تجاري اللي هو سرقه التيار الكهربي. والحمد لله في حمله كويسه في التلفزيون دلوقتي عن اضرار سرقه التيار الكهربي، وده من ضمن الاسباب انقطاع الكهرباء. سرقه التيار الكهربي دي حاجه سيئه جدا جدا يعني. أكيد أكيد. كل الشكر ليك المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، شكرا جزيلا ليك. هنروح لموضوع آخر، شائعة تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي عن إلغاء لقب مهندس زراعي، وده اللي رد عليه نقيب الزراعيين سيد خليفة في بيان صحفي. عايزين نعرف طبعا تفاصيله يا من. أكيد موضوع يهم ناس كتير، خلينا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير عليك. اهلا، صباح النور، تحياتي لحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ايه الحكايه، يعني ايه اللي تم تداوله بالظبط؟ احنا بقالنا فتره في مصر كل بين الحين والاخر بنلاقي اكاذيب واشاعات على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بتعمل بلبله، وبالتالي كان يوم الجمعه طلعت بعض المواقع قالت إلغاء لقب مهندس زراعي. طبعا الكلام ده إشاعة موردة لا أساس لها من الصحة، لأن لقب مهندس زراعي تمنحه نقابة المهن الزراعية طبقا لقانونها 31 لسنة 66 وتعديلاته، وبالتالي هذا القانون لم يتم تعديله أو لم يتم إلغاؤه، وبالتالي هذه الإشاعة الموردة الهدف منها إثارة البلبلة. زي ما حضرتك والسادة المشاهدين يعلموا ان قطاع الزراعة في مصر في السنوات الأخيرة في عهد السيد الرئيس السيسي
يعني حقق قفزات كبيرة جدا، وفر كثير من فرص العمل للشباب المهندسين الزراعيين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في المشروعات القومية بجانب زملائهم من المهن الأخرى. وبالتالي بين الحين والآخر بنلاقي مثل هذه الإشاعات اللي هي بتأثر حتى على وعي الناس. وإحنا يمكن نقابة المهن الزراعية مع نقابة المعلمين، وأيضا كانت الإشاعات من ضمنها المدرسين وهكذا، يحصل استمرار صحيح، يمكن دايما عشان نرفع الوعي لدى المهندسين الزراعيين والمعلمين وأبنائنا. إحنا بننفذ لغاية دلوقتي تقريبا حوالي 100 دورة من استراتيجية الأمن القومي مع أكاديمية ناصر العسكرية، عشان برضو حتة الوعي، وإنه كل ما يصار على بعض شبكات التواصل الاجتماعي لابد الناس تبقى عندها الوعي وتفرق ما بين هل ده حقيقة ولا هل ده إشاعة. طبعا إشاعات، وبالتالي بنواجه ده من خلال الدورات بتاع أكاديمية ناصر العسكرية لزملائنا المهندسين الزراعيين وأبنائهم. جميل جدا. لكن خريج كلية الزراعة أول ما بيتخرج من الكلية بيروح على طول للنقابة عشان يطلع الكرنيه، وبيتكتب في الكرنيه وهو مهندس، مظبوط؟ صحيح. إيه الإجراءات بقى بتاعت استخراج هذا الكرنيه وهذه العضوية؟ حضرتك بمجرد ما طالب كلية الزراعة، وإحنا عندنا في مصر 28 كلية زراعة وعندنا 4 ثروات سمكية، لما بيتخرج الطالب وبيجيب شهادة التخرج المعتمدة من الكلية بتاعته من الجامعة، بيتقدم بها للنقابة، بيستكمل الإجراءات بتاعته، بيحصل على العضوية بتاعة النقابة. أنا عايز أقول لحضرتك بس رقم عشان السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، إحنا سنويا نسبة القيد على قاعة بيانات النقابة العامة للمهن الزراعية تقريبا ما بين 15 إلى 16 ألف خريج يضافوا سنويا على قاعدة البيانات اللي هم خريجين كليات الزراعة. وبالتالي ده متاح من طبقا للقانون والدستور المصري، من يمنح مزاولة المهنة ولقب مهندس أو محامي أو مهندس مدني أو كهرباء إلى آخره هي النقابات المهنية، ده قانون ودستور. وحتى الصحفيين لابد يرجع أيضا لنقابة الصحفيين عشان يأخذ الكرنيه بتاعه بتاع نقابة الصحفيين، ده في كل النقابات المهنية. كل شكر لحضرتك سيد خليفة نقيب الزراعين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقاتنا. اهلا بكم في موجز الاهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا. خسر فريق الاهلي من مودرن سبورت بنتيجه 2-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد القاهره في اطار مباريات الجوله ال 34 والاخيره لبطوله الدوري المصري الممتاز. فريق الزمالك اتعادل مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري المصري. بيحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 56 نقطة، وفي المقابل بيحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 28 نقطة. منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس فاز على منتخب الأردن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت باستاد الإسكندرية خلال معسكر منتخب مصر ضمن استعداداته لتصفيات أمم أفريقيا واللي بتقام في نوفمبر المقبل.
فريق بايرن ليفركوزن استهل مشواره في الموسم الجديد بتحقيق لقب كأس السوبر الألماني، وده بعد ما فاز على شتوتغارت بركلات الترجيح 4-3، ده بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا في السوبر الألماني 2024-2025. وفريق ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق تورينو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بالموسم الجديد 2024-2025. كمان فريق انتر ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق جنوا بنتيجة 2-2 في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2024-2025. أما فريق أرسنال ففاز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الإمارات في افتتاح مباريات الجانرز بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. والنجم المصري محمد صلاح قاد فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على فريق إبسويتش تاون بقيادة اللاعب المصري سام مرسي بثنائية نظيفة، واللي جمعتهم على ملعب بورتمنت رود ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لمنة وشاذلي عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. مصر بقيادة الرئيس السيسي بتسعى جاهدة لدفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. من يومين صدر بيان مهم جدا، هذا البيان بيان مشترك بين مصر وقطر والولايات المتحدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار. البيان أشار إلى أن كبار المسؤولين أجروا محادثات مكثفة في الدوحة خلال 48 ساعة اللي فاتت كوسطاء، بهدف طبعا إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. النهارده هنحاول ان احنا نلقي نظره كده على تفاصيل البيان المشترك، نتكلم عن النتائج المحتمله اللي ممكن تترتب خلال الايام المقبله مع ضيفنا في استوديو صباح الخير يا مصر اللي منورنا الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. يا دكتور طارق بنسعد بوجودك. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك دكتور طارق. بيان مصري امريكي قطري، كيف قرات هذا البيان؟ تبعاته ممكن تكون ايه؟ هو البيان طبعا الثلاثي بيحدد النقاط الرئيسة اللي اشتغل عليها فريق المفاوضين طوال الفترة الماضية بهدف وقف إطلاق النار وتنفيذ المقترح الأمريكي اللي هو بيستند على أفكار إسرائيلية والقرار الدولي، بالإضافة طبعا للمقترح المصري الرئيسي، لأن احنا كنا قدمنا مقترح كبير لثلاث مراحل بنيت عليها المواقف سواء الأمريكية أو الدولية، بالإضافة طبعا إلى القرار الدولي اللي صدر من مجلس الأمن. النقطة من أول السطر البيان بيحدد النقاط الرئيسة اللي بيشتغل عليها المفاوضين واللي اشتغلوا عليها خلال 48 ساعة الماضية، واللي حصل نوع من الانفراج، وإن شاء الله هتستكمل الخطوات في هذا الأسبوع. في تفاصيل طبعا كثيرة متعلقة بعدة أمور، منها الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي داعم بصورة أو بأخرى فريق مفاوضين على أعلى مستوى. الخبرة المتراكمة للوفد المصري المشارك في العملية التفاوضية، وده طبعا مش أمر غريب على مصر. مصر لها دور كبير جدا طبعا في القضية الفلسطينية ودور متراكم وخبرات متراكمة من فريق المفاوضين، فده بيجمع الرؤية الشاملة بالإضافة طبعا للجهد القطري. أعتقد أنه وصلنا إلى نقطة النهاية، اللي هي نهاية ما تم، سواء كان بالنسبة للنقاط التفصيلية، لأن كان في نقاط تفصيلية. حماس شاركت بصورة غير مباشرة عكس ما هو متوقع، كانت بتنقل الرسائل في 48 ساعة أول بأول لفريق المفاوضين من قبل حركة حماس موجودين في الدوحة. كانت في إعلام للتفاصيل الخاصة بالنقاط الرئيسية، وده يفصل لحضراتكم المفاوضات ما طولتش أكتر من يومين، لأنه كان أول بأول في بعض النصوص اللي تم التحفظ عليها بيعاد صياغتها. فريق المفاوضين المصريين كان بيقدم الرؤية الأشمل في النقاط الرئيسية، طبعا في أمور منها مثلا عودة النازحين إزاي هيرجعوا، الأعداد، وقف الطلعات الجو في نفس التوقيت، تأمين رجوعهم، بنتكلم على إعادة التموضع وانتشار القوات الإسرائيلية خارج، مفيش انسحابات بالمناسبة، في إعادة تموضع وإعادة انتشار خارج المناطق الأهلة للسكان، الخروج من الممرات وخصوصا موضوع ممر صلاح الدين، معبر رفح، التواجد العسكري، كل ده هيتم انسحابه تدريجيا. في تفاصيل طبعا أخرى كثيرة، لكن في الإطار العام تمت الموافقة على الأطر العامة. التفاصيل هي محور ما يتم، ما كانتش في مفاوضات معنا مفاوضات، في
اتفاق على خطوات التنفيذ، بمعنى ان حضرتك هتلتزم بايه، التعهدات اللي هتعملها، الاطر الزمنيه اللي هتنفذ فيها، هل 6 أسابيع، هتزيد، هتقل، هندمج مراحل، يعني مراحل تنفيذيه مش مجرد مفاوضات من الاول. مفهوم. لانه خبره المفاوض المصري كبيره في هذا السياق، وهو عدم اعطاء فرصه للجانب الاسرائيلي لاعاده صياغه بعض الافكار والرؤى، خصوصا ان الوفد منح للامانه تقتضي ان نقول منح صلاحيات كامله، ما فيش حاجه اسمها صلاحيات مش كامله، لا الفريق التفاوضي طبعا هم هيرجعوا الى اسرائيل بعد كانت المفاوضات، بياخدوا بعض الصلاحيات في تمرير التفاوض، بيتعمل حاجه اسمها فوتنج او تصويت داخل مجلس الامن المصغر، الحكومه المصغره الاسرائيليه، لان مفيش مجلس حرب، انتوا عارفين نتنياهو حل المجلس منذ عده اسابيع، فبالتالي هياخد التصويت القاهره ان شاء الله تتمم ما جرى. في قوة أمريكية دافعة جدا لهذا. دي النقطة المهمة بقى يا دكتور طارق. طيب. يعني دايما لما بيكون في اتفاق بنيجي عند بعض التفاصيل الصغيرة وبيختلف عليها الطرفين في النهاية. وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحادثات، هل حضرتك شايف ان هو ممكن يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه وخرج في هذا البيان؟ يعني شوف، انا مش من الناس اللي بتدي دور قوي للجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي هو بيلقي المهمة على للأمانة تقتضي يمكن شهادتنا مجروحة لمصر أكتر، يمكن لأنه خبرة مصر كبيرة، وطبعا الفريق التفاوض الأمريكي ملم بتفاصيل كثير، لكن هو يدرك أنه الرؤية أو المقاربة الأشمل عندنا في مصر، فبالتالي هو بيشتغل معاك على هذه القاعدة الرئيسية، بمعنى أنه بيترك الأمور التفصيلية. هو قيمة المفاوض الأمريكي أنا في تقدير الشخص الحاجتين أستاذ محمد، النقطة الأولى هو الضغط على إسرائيل لتمرير الاتفاق. تمام. ودي نقطة مهمة الجميع طلب بيها، فحضرتك هتسأل طب ليه دلوقتي؟ هل هو في الوقت الضايع؟ خلاص الإدارة الأمريكية بتلمم أوراقها ماشية، في طبعا في مكاسب هتجنيها الإدارة الأمريكية، لازم نقول جزء منها مرتبط بالحزب الديمقراطي، مرتبط بالمؤتمر بتاع الحزب، الرئيس جو بايدن عايز ينقل رسالة إنه حقق مكسب، بيتكلم طبعا لجاليات عربية وإسلامية مفهوم طبعا إلى كل ده، ففي مكاسب للإدارة الأمريكية والولايات المتحدة عشان توقع على ده. ادت قائمة تحفيزية لإسرائيل زي ما حضرتك عارف 20 مليار دولار، موضوع الـ F-15 والـ F-35 وتسريع تسليمها، 3.5 أيضا مليار للمساعدات الخارج البرنامج، ففي تفاصيل، هم مدوا قائمة تحفيزية لإسرائيل لدفعهم إلى هذا. السؤال هل نتنياهو سيتجاوز لدفعهم إلى هذا ولا لاستكمال الحرب؟ يعني الحرب انتهت، يعني مش هكون صادم لحضرتك، وإحنا قلنا هذا الكلام منذ أكثر من أسبوعين، الحرب انتهت في غزة، اليوم هي عمليات، عمليات بمعنى قبل حتى ما يعلنوا، ما أعلنوا رسمي بالمناسبة أستاذ محمد أول امبارح، لكن العمليات العسكرية الكبرى انتهت في قطاع غزة. الآن الحديث عن تمشيط لبعض العمليات، يعني هتقول إزاي، ما هم بيعملوا لسه بيستهدفوا مواقع مدنية، بيستهدفوا مدارس، بيستهدفوا مستشفيات، دي نتيجة لمعلومات استخباراتية بتأتي من قبل فرق المستعربين والفرقة الأمريكية دلتا، وفي فرقة بريطانية بالمناسبة، الثلاثة بيشتغلوا في القطاع، فبتبقى في معلومات متوفرة عن احتمالية وجود عدد من المحتجزين، عدد من قيادات حركة حماس المدنية. هل بناء على معلومات فعلا ولا هو استعراض قوة والتأكيد على بسط إيدهم في هذه الأماكن؟ لا، هي معلومات أكتر منها، لأنه بطبيعة الحال استهداف بعض المنشآت المدنية، إسرائيل بتتخوف الآن من ضم هذه الملفات حضرتك إلى الجنائية والمحكمة العدل الدولية، لأنه كمان خلال فترة وجيزة جدا ستصدر مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان وقادة التشكيلات، ففي تفاصيل كتيرة جدا في إسرائيل تفسر لحضرتك ليه هم النهاردة يسعوا إلى الوصول لاتفاق، لأنه هذا الاتفاق أيا كان هو اتفاق هيبقى رابح فيه الجميع، رابح فيه إسرائيل، رابح فيه حماس، رابح فيه الإدارة الأمريكية، وبالتالي مهم جدا نصل ليه. السؤال، هل ال6 أسابيع للمرحلة الأولى هتبقى كافية؟ لا، هو الوقت بيمر، ونتنياهو كافية وملزمة؟ خلينا برضو نتفق على قصة إنها ملزمة دي، ملزمة أم دي محتاجة تعهدات وضمانات، الجانب الأمريكي أعلن في المفاوضات التزامه بها، يعني هتبقى فيه تفاصيل كتيرة قوي في المراقبة، في الأطراف اللي هتراقب حضرتك الاتفاق، في الأعداد اللي راجعين يا أستاذ محمد في المناطق الشمال، هتبقى إيه الصلاحيات للوفد، هيشتغل إزاي، في مراقبة للعناصر اللي هتعود. طبعا إسرائيل متزرعة بأنه هيتم فحص أمني، بمعنى انه في ممرات اتعملت، في ممر اسمه ممر نتسرين ده اتعمل، هيبقى قدامه شارع الرشيد المقسم الان، هتبقى في وحدات هتقف
تكشف على الأسماء وهي راجعة. الناس اللي راجعة من الجنوب للشمال. للشمال. العناصر بتاعت حماس هم عندهم قلق من بعض التفاصيل بقى، أنا مش عايز أزعج الناس، لكن هو في جزء منه هيبقى مرتبط إنه يشيك على الأسماء. تمام. المراقبة، المتابعة، الفحص الأمني، الإجراءات، وحضرتك برجع يعني في ضوابط للجو في ساعات العودة. في ضوابط للراجعين، مش من اي حق، مش من حق اي حد ان هو يعود. لا للأمريكا. هو هيبقى الامر مفتوح، والاعداد غير محدده، لكن هيتم فحصها كي لا تكون منتميه للفصائل الفلسطينيه المقاتله وفق مفهوم اسرائيل. زائد هيامن حضرتك الجو، بمعنى انه الاعداد وهي راجعه ما تحصلش اخطاء زي ما حضرتك كنت بتشوفي اخطاء في استهداف بعض العائدين او ما الى ذلك. وبالتالي النقطة دي مهمة. الممر ده اتعمل بالمناسبة في الفترة الأخيرة، وده اللي قسم وشطر القطاع عشان يبقى فيه إجراءات أمنية، بالإضافة للممر الأشهر طبعا ممر صلاح الدين. اللي احنا اشترطنا مصر موقفها واضح انه لن يكون هناك وجود لإسرائيل، وحتنسحب إسرائيل بالمناسبة برغم كل التصريحات العبثية اللي الإسرائيليين بيقولوها، هينسحبوا من ممر صلاح الدين وهينسحبوا من الوجود من معبر رفح على الجانب الآخر. ده شرط مصري وشرط مصري لا 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 يقبل نصف حل وشبه خيار في ضغوطات في هذا الإطار، ومصر لن تسمح باستمرار وجود إسرائيل على هذه الممرات. الممرات الأخرى البديلة اللي هي اتعملت دي هتبقى جزء بقى في الترتيبات الأمنية ما بين إسرائيل وما بين الجانب الحماس في هذا الإطار. طيب الممرات اللي هتتعمل عشان الناس اللي موجودة في الجنوب تعود مرة أخرى للشمال، هل هي بتطمئن الشعب الفلسطيني ولا تخوفهم أكتر؟ يعني خلينا نتفائل انه الناس ترجع بدايه الاعداد. طبعا لابد انهم هيرجعوا استاذ محمد، هيقعدوا فين؟ السؤال، لان المناطق متهدمه، ده رقم واحد. طبعا. اتنين، مين اللي هيوفر لهم الخدمات؟ تالت حاجه اعمال الابعاد بقى الانسانيه، هيتعمل لهم مخيمات، هيتعمل لهم في عشرات التساؤلات اللي حضرتك تطرحها، ومين اللي هيزيل الركام والحطام اللي موجود، المباني المتهدمه. القطاع لابد ان احنا نعترف بصوره كامله بعيد عن الابعاد الانسانيه، لم يعد قطاع غزه، القطاع يحتاج لسنوات لازاله بس الحطام والركام، سنوات قبل ان تبدا اي مشروعات للاعمار او ما الى ذلك. وبالتالي العوده دي سترتب دخول امن للمنظمات والمؤسسات المانحه، يبقى في دور اوروبي، يبقى في تقديم خدمات، مصر تفتح تشارك في المعبر، نفتح ده، ما هو مصر من اليوم الاول بتقول تقديم المساعدات الانسانيه، فتح المعبر للاعاشه في ظل التعنت الاسرائيلي. هنا هيبقى الامر مختلف، هتدخل شاحنات، هتبدا اعاده احياء الوجود الفلسطيني الموجود على الارض. هل هيعيشوا في الظروف دي؟ اهم حاجه يا استاذ محمد ان البعد الديموغرافي لا يمثل، ان مصر تمسكت من اليوم الاول انه يبقى السكان على الارض. ما تقوليش بقى هيعيشوا في عمارات، في سكنات، في اماكن، احنا عايزين البعد السكاني على ارضهم، لانه اذا كان خرج الفلسطينيين من مناطقهم بصوره او باخرى ما كانش هيبقى فيه البعد الديموغرافي، هو اهم بعد موجود استاذ محمد في قطاع غزه. ولهذا لمصر من اليوم الاول رفضت كل المشروعات الخاصه بالترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين خارج قطاع غزه. اليوم بنقول للفلسطينيين انتوا هيرجعوا يعيشوا في اماكنهم الى حين ان يرتب المجتمع الدولي، لان دي مسؤوليه دوليه بقى، مسؤوليه دوليه الى الوصول الى الاعمار في المرحله الثالثه، ربما يتم دمج بالمناسبه المرحله الثانيه والثالثه اذا توفرت الاراده السياسيه. وفي جزء منه اسرائيل بالمناسبه مش نتنياهو، يعني نتنياهو حينما يفرض شروط ويفرض كذا، لكن في النهايه انت امام مجتمع دولي وهناك ضغوطات كبيره داخل اسرائيل، مش مرتبطه بس باسر واحتجاجات العائلات وغيره، لا هي مرتبطه بحاله المجتمع الاسرائيلي. الاسرائيل تعيش تحت الارض في ملاجئ في كذا، الامور بقى مرتبطه بان المواطن الاسرائيلي يريد ايضا ان يعيش، فبالتالي لابد ان يؤمن بصرف النظر بقى بقاء الحكومه. كل دي ضغوط عليهم برضه. طبعا في ضغوطات وضغوطات مهمه، وموضوع ان نتنياهو يشتري الوقت للوصول الى ما بعد 5 فبراير نوفمبر الانتخابات اللي جايه في امريكا، وانه يتوقع ان ياتي ترامب نكمل صفقه قرن، دي تخيلات واوهام لدى الجانب الاسرائيلي، الوقائع تتغير على الارض. اكيد امبارح كان في لقاء لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ستيفان سيجوني وزير الخارجيه الفرنسي، ابرز النقاط اللي تم تداولها. هو طبعا فرنسا، طبعا العلاقه مع فرنسا علاقه متميزه كما تعلمي حضرتك، لكن الفرنسيين بطبيعه الحال
بيسجلوا حضور مش بفرنسا بس على انهم ممثلين حضرتك للاتحاد الاوروبي، فرنسا والمانيا هم من يقودوا قطره الاتحاد الاوروبي، لكن انا اعتقد الفرنسيين يبحثون عن دور في القضيه الفلسطينيه، ومهم للغايه ان يتم هذا. واذكر حضرتك ان كانت فرنسا دعت لمؤتمر السلام في الشرق الاوسط اللي خربته اسرائيل بالمناسبه في توقيتات معينه، ففرنسا ليها حضور في الملف، العلاقات جيده. القادة الأوروبيين بيحبوا يسمعوا وينصتوا إلى القادة السياسية في مصر لاعتبارات كتيرة، إحنا نقطة ارتكاز للإقليم، يعني ربما تكون القضية الفلسطينية قضية محورية في مجال السياسة الخارجية، لكن مصر هي اللي بتحدد بوصلة الاتجاهات في الإقليم، النطاقات الاستراتيجية للإقليم كلها مصر هي اللي بتتحرك فيها في كل الملفات في هذا التوقيت. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا، ودايما بنستمتع بتحليلاتك واجوبتك على الاسئله اللي الناس كلها بتسال عنها، يعني شكرا جزيلا ليك دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، الف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك فندم. مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا منا. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغوغني، والذي أشاد بدور مصر في جهود الوساطة. وأكد الرئيس السيسي أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، منوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن عددا من مركبات الاحتلال من بينها جرافة اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوب نابلس، وقصفت أيضا مركبة في جنين بالضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. هذا واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء وعددا من الإصابات من بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض في شارع الهوجة في مخيم جباليا. واستشهدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وضع السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيط المحطة. وأضاف غروسي أنه ما زال يشعر بقلق بالغ، مكررا دعوته لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالمبادئ الخمسة المحددة لحماية المحطة. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظف المحطة. أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف أن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما جويا روسيا على المدينة، وسمع دوي انفجارات بدت كأنظمة دفاع جوي، حيث تخضع كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا إلى إنذارات من الغارات الجوية.
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خصمه في الانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس بأنه يسعى إلى الهروب من فنزويلا. وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع شهر أغسطس بنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد الأصوات الدقيق أو محاضري مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية، إلا أن المعارضة طعنت في إعادة انتخابه لولاية ثالثة. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ودلوقتي معنا مع جمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه في العالمين، تعالوا مع بعض نروح نشوف آخر المستجدات هناك النهاردة مع كريم بيبرس. يا كريم صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى، صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا السحر والجمال، يمكن العالمين الجديده الصبح الحقيقه بيبقى ليها كده اجواء خاصه واجواء جميله جدا، خصوصا لو كنت واقف كده على البحر او واقف قدام البحيرات. الحقيقه انه برغم ان احنا في شهر 8 وبرغم انه حقيقي الدنيا بتبقى حر جدا في الاوقات دي، لكن برغم الحراره الا انه الاجواء بشكل او باخر فيها نسبه هواء جميله جدا مرطبه بشكل او باخر الجو. لكن العالمين الجديده الحقيقه في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه لسه مستمره فعالياته منا، يعني احنا بنتكلم على الحقيقه فعاليات رياضيه وثقافيه وترفيهيه. من اهم الحاجات الحقيقه لسه مستمره هو مهرجان نبته. مهرجان نبته الحقيقه يعني فيه فعاليات كثيره جدا للاطفال، في ورش حكي، في مسرحيات، في تمثيل، في كمان الحقيقه لعب ترفيهيه جوه المهرجان نفسه. لكن المميز اللي بيقدمه نبته الحقيقه السنه دي في مهرجان العالمين الجديده هي انه في مشاركه ما بين الاهالي واطفالهم. يعني كنا بنتكلم انه في فعاليات كثيره موجوده، في حفلات غنائيه في المسرح الروماني، في حفلات غنائيه في اليو ارينا، في حاجات شاطئ عام للناس تنزل فيه، لكن الحاجات اللي كانت بتجمع الاهالي والاطفال مع بعض يتشاركوا مع بعض ما كانتش موجوده كتير غير في الممشى السياحي. عشان كده مهرجان نبته الحقيقه وفر حاجه مميزه جدا جدا، انه الاهالي تقدر تكون هم واطفالهم مع بعض يلعبوا مع بعض، وفي نفس الوقت الاطفال يستفيدوا من اللعب دي، تبقى لعب ترفيهيه وتثقيفيه في نفس ذات الوقت. الحقيقه كمان من الحاجات المميزه جدا جدا هي الموتور ويك. الموتور ويك واسبوع السيارات واسبوع المواتير اللي موجود والمحركات، الحقيقه انه في سباقات للسيارات موجوده في العالمين الجديده، بيتم اغلاق الشوارع في اماكن معينه بيتم تحديدها قدام النورث سكوير مثلا، مسافه مثلا 100 متر، مسافه 500 متر، مسافه كيلو مثلا بتكون مقفوله تماما علشان يقدر في سباق للعربيات، وبيكون في تجهيزات طبعا مروريه واستعدادات علشان الناس تقدر تتحرك او تحركات مروريه الناس تتحرك في شوارع ثانيه، لكن الناس كلها تقدر تيجي تتفرج وتشارك في السباقات دي. الحقيقه شفنا سباقات للسيارات موجوده في العالمين الجديده، شفنا سباقات للموتوسيكلات، شفنا عدد مختلف من السباقات، سباق سرعه، سباق دريفتنج. لكن كمان الحقيقه المميز اللي شفناه كمان ان المشاركه في السباقات دي مش مقتصره بس على الناس الدوليين او اللي بيخشوا سباقات رسميه، لكن كمان اللي بيخشوا سباقات محليه من ولاد ومن بنات، كله بيشارك الحقيقه في السباقات دي. ومهرجان العالمين الجديده لاول مره بيوفر فرص مختلفه الحقيقه، انه تقدر البنت تيجي لو هي حابه العربيات تقدر تيجي تركب العربيه وتتحرك بيها زي ما هي عايزه، وكمان تخش في السباقات والدريفتنج، ودي حاجه مميزه ومختلفه الحقيقه ناس كتير اشادت بيها. الحقيقه كمان انه الفعاليات مش مقتصره بس على الفعاليات الرياضيه، لكن كمان في فعاليات تثقيفيه زي مثلا المسرح اللي موجود والمسرحيات اللي بيتم عرضها فيه في المنطقه الترفيهيه. وكمان المسرح الروماني بيعرض مسرحيات وبيبقى فيه ليالي كده وسهرات مختلفه بتكون فيها نقاشات مع طلاب الجامعات مع الحضور، بتبقى نقاشات الحقيقه اوقات بتبقى يعني تثقيفيه شويه، بيبقى فيه حاجات يعني غنائيه، بيبقى فيه حفلات موسيقيه، كل ده الحقيقه لسه مستمر. لكن كمان الحقيقه المميز جدا جدا هي الحفلات اللي بتحصل في نهاية كل أسبوع. يعني إحنا بنتكلم على الأسبوع ده كان فيه طبعا حفل حمزة نمرة ومسار إجباري، وكان لاقى يعني إقبال كبير جدا جدا الحقيقة من فئات كتير جدا عمرية كانوا موجودين، واتكلمنا معهم وقد إيه كانوا مبسوطين بالحفل وبتنظيمه. كمان الحقيقة إن إحنا منتظرين في نهاية الأسبوع ده حفل مهم جدا جدا وهي لفرقة كايروكي، وكايروكي الحقيقة برضه هيكون عليها إقبال كبير، وإنه التذاكر بالفعل قربت على الانتهاء يعني من كتر الإقبال على كايروكي. ومهرجان العالمين بشكل عام عامل حالة كده من الإقبال المحلي
المحلي والدولي. يعني احنا قابلنا ناس من مصر، قابلنا ناس من بره مصر، قابلنا ناس من دول شرق اسيا، قابلنا ناس من اوروبا، قابلنا ناس من اكتر من مكان الحقيقه اتكلموا. يمكن وزير السياحه كان اتكلم واكد على الموضوع ده ان في اكتر من 104 جنسيه فعلا كانوا موجودين في مهرجان العالمين الجديده. اكيد الفعاليات دي لسه مستمره معانا يا منى ويا شاذلي، لكن كمان وجود المسرح القومي والسيرك اللي بيقدر يتمشى في اكتر من مكان، يعني بنحضر له كده فقرات يوميه، فنون شعبيه، فلكلور، بيبقى موجود على الممشى السياحي، بيعمل تفاعل كبير وحلو جدا جدا بين الاهالي والاطفال. الحقيقه بيكونوا مشاركين في فقره السيرك، بيكونوا مشاركين في فقره يعني حتى الفنون الشعبيه والفرق اللي بتبقى موجوده، ممكن اللي موجودين الاهالي نفسهم يشاركوا مع الفقره دي في حد ذاتها. فده يعني من اكتر الحاجات المميزه اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديد. يا كريم قلت لنا تفاصيل كتير، احنا بنتابع معاك يوميا المستجدات، هنرجع لك تاني على مدار الايام الجايه تقول لنا كمان الجديد والاجدد. شكرا ليك زميلنا كريم بيبرس من العالمين، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي بقى هنتكلم عن فقره بتهم ناس كتير قوي. احنا عندنا مشكله كاباء وامهات، اول ما الولاد يبتدوا يزنوا مثلا او يبتدوا بقى يتشاؤوا ويرخموا على بعض في البيت، خد يا ابني الموبايل اهو، امسك يا ابني شوف لنا اي حاجه على النت، نزل لك تطبيق او ابلكيشن وشوف هتعمل فيه ايه. طبعا هو مش مدرك لخطوره ان هو عشان يشغل تطبيق، في بعض التطبيقات بتتطلب بيانات شخصيه، بيانات مهمه جدا عن الشخص، فهو مش مدرك لخطوره ان كل حاجه تبقى مستباحه، فبيدخل بيانات كتيره شخصيه، فبتلاقي نفسك موجود والناس كلها عارفه عنك كل حاجه من خلال اللي عمله ابنك، سواء من خلال التطبيق منه او من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. مش بس من استخدام الابلكيشن، هما الولاد بيطلعوا لايف وفجاه تلاقي الناس قاعده معاك في البيت، لا انت في المطبخ ولا ده في الليفنج قاعد، فجاه بتلاقي الناس كلها موجوده معاك على السوشيال ميديا قاعدين معاك في الليفنج. يعني الموضوع بيبقى له حقيقه اضرار سلبيه كتير ممكن تاثر على الطفل وتخليه متعلق بشكل اكبر بالحاجات دي، لانها بتخلق له الوهم، هو بقى بيعتقد ان هو شخص ومشهور وبيقعد يكلم. بنشوف كتير قوي اطفال ما عندهمش يعني غير اصحابهم، يعني 4 5 انا جالي 10 لايك على صوره بالظبط، وبيتكلموا بقى ويكلموا الفولورز، وانا هقول لكم تفاصيلي وهقول لكم روتيني ومش عارفه ايه، يعني بيخلقوا حد يعرفك يا ابني، ابوك وامك مش عارفينك. فبيخلقوا صورة ذهنية كده، أو الولاد بيخلقوا عند نفسهم صورة وبيبتدوا يتعاملوا على أساسها. المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي هيقول لنا فعلا هل الأبليكيشنز بتسرق طفولة ولادنا وبتسرق تفاصيلنا ولا لأ، وفعلا الولاد لما بيتعلقوا بالأبليكيشنز دي ده بيأثر عليهم مستقبلا ولا لأ، ده اللي هنعرفه. منورنا يا باشمهندس، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير جميعا. طيب الاطفال بتتعلق بابلكيشنز، اول ما نقول الابلكيشن دي لا، هي دي بتبقى حلم الاطفال وتقول هي دي الابلكيشن اللي احنا عايزينها. صحيح. نعمل ايه علشان الابلكيشن دي ايا كانت بقى احنا معترضين عليها ليه ما تبقاش موجوده على تليفون ولادي من غير ما اخد بالي؟ خليني في البدايه بس يعني احنا في غلطه كبيره كل بيت مصري او معظم بيوت المصريه او على مستوى العالم، يعني مش في مصر بس، بنغلطها ان احنا بندي لاولادنا من سن صغيره جدا التليفون، فبيبدا يكتشف ان في عالم مختلف خالص من سن 7 سنين او 6 سنين، وقد في بعض الاهالي اقل من كده، وده يعني كل يمكن اطباء علم نفس حذروا منه تحذير شديد جدا. طيب خلينا نقول ان احنا ما ينفعش كمان ابننا او بنتنا من سن اقل من سن 13 سنه يبقى حتى يعني مقبل على منصات التواصل الاجتماعي بشكل او اخر. منصات التواصل الاجتماعي او تطبيقات يعني منصات التواصل الاجتماعي للأسف الشديد بتخليه يعني عرضة ليه ان هو يشوف اشياء هو مش المفروض يشوفها في السن ده. ده اول حاجة. محتوى اي ما فيش اي حد بيستخدم منصات التواصل الاجتماعي يقدر يسيطر على نوع المحتوى اللي يقدر يشوفه. انا عايز اعترض يا فندم. انا عايز اعترض. اتفضلي. كورونا حطتنا كلنا في كورنر، ان الولاد بعد ما كنا الولادهم كبار شويه عارفين يعملوا تايم ليميت كده لاستخدام الموبايلز واستخدام الحاجات، لكن كورونا خلت في فتره قبل ما المدارس تعمل منصاتها الخاصه المدارس المختلفه كانت علشان بس توصل بطرق مختلفه للتعليم، كانت بتعمل واتساب جروبس وكانت بتعمل تيليجرام جروبس وكانت بتعمل ساعات لايف على الفيسبوك من بيج معينه للمدارس، يعني في فتره كان ده شيء مهم جدا، ما ينفعش بعد ما اديناهم نسحب منهم، مش هنقدر. طبعا انا بالعكس انا يعني متفق مع حضرتك تماما، عشان كده احنا بنقول انا تحديدا مركز على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن حتى هنا انا دايما بقول ايه، لازم نبدل
فكره ان هم يبقوا موجودين على منصات التواصل الاجتماعي ببعض التطبيقات المهمه اللي قد يكون ياخدوا منها معلومات. زي ما حضرتك اشرتي كده، يعني فتره معينه في كورونا كان احنا بنستخدم تطبيقات، وحتى فكره المؤتمرات عن بعد او التعليم عن بعد او كافه التطبيقات، ده شيء كان متميز وجيد جدا. ولكن بعد ما خلاص عدت كورونا خلاص الابناء بقوا مهتمين، هم بقوا موجودين على منصات التواصل الاجتماعي فتره طويله جدا، وبقوا عارفين تفاصيل اكتر مننا. المتوسط ساعات وصل ل 8 ساعات في اليوم، ده طبعا رقم يخض. فكرة اللي بقوله ده يعني مش غريب عن بيتي او اي يعني اللي بيسمعني دلوقتي، انا شخصيا بقوا عاني من هذه المساله. فبالتالي دايما انا لو انا منعته، المنع حقيقه بعد، انا بتكلم بقى فوق 13 سنه، المنع دايما الطفل او الابن او الابنه بيبقى كان احنا بنشوفها زي اعراض الانسحاب من الادمان، لان ادمان التصفح اللانهائي او اللامتناهي على منصات التواصل الاجتماعي للاسف بيسبب جزء من الادمان. ادمان ايه بقى؟ انه بيتلقى فقط، بيتلقى محتوى فقط، ايا كان المحتوى ده شكله ايه، هيضره ازاي، هيغير سلوكه ازاي. طيب انا البديل بتاعي ايه؟ البديل ان انا مش امنع لكن اوفر بدائل، بدائل كتيره على فكره. والبدائل ان انا في فتره مثلا الاجازه، ان هي دي الفتره الاخطر، يعني ان هم بيبقوا موجودين على تطبيقات والعاب الكترونيه مختلفه. ان انا ادخله في انشطه يتعلم منها شيء، ودايما باكد في هناك مبادرات واماكن كتير بتعلم البرمجه وبتعلم التطوير الروبوتات وبرمجه الروبوتات في سن صغيره. تمام. فبالتالي وكمان هناك تطبيقات وهناك منصات بتعلم ده موجوده، يقدر كل بيت مصري يستخدمها وببلاش. فبالتالي هناك بدائل. تمام. حتى لو هيدخل على منصه التواصل الاجتماعي لازم ابقى متابع هو بيعمل ايه على هذه المنصه، لان امكانيات تغيير سلوك، احنا بنشوف اولاد واطفال في سن صغيره بيتلفظوا بيتكلموا كلام وبيتكلموا عن موضوعات احنا لم نتناولها في بيتنا، فبالتالي هو جايبها، او حتى المدرسه ده مؤشر تعرف على طول ان هو بيجيب بيجيب المصطلحات دي من بالزبط. طيب احنا بالزبط. كنا في الاول يا باشمهندس بنخاف فقط من اليوتيوب والفيديوهات اللي موجوده عليه. مظبوط. الموضوع بدأ يتسع شوية، بقت فيه الجيمز اللي فيها عنف وفيها دماء و إلى آخره. دلوقتي دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاوي اللي موجودة فيها، وخرجنا منها دخلنا على الابليكيشنز بالتفاصيل الكتير اللي موجودة فيها. أيهم أقل ضرر على الطفل؟ يعني لو احنا قلنا دلوقتي إن في طفل في سن مثلا زي ما حضرتك قلت 13 سنة مثلا هيمسك التليفون، هيمسكه كام ساعة في اليوم التليفون؟ وأيهم أقل ضرر عليه؟ يستخدم إيه في الحاجات دي كلها؟ طيب خليني اقول لحضرتك الالعاب الالكترونيه، لان دي الاكثر اهتماما يعني للاطفال وخصوصا الاولاد. الالعاب الالكترونيه فيها جزء، يعني انا ما اقدرش اقول انه ما يلعبش العاب الكترونيه، ولكن المهم ان انا هيلعب ايه. يعني مثلا اللعبه الاشهر اللي في كل بيت موجوده روبلوكس. روبلوكس ليست لعبه الكترونيه، روبلوكس اصبحت منصه العاب الكترونيه. اصبح ان في اطفال تاني او في فئات عمريه 13 سنه بيدخلوا على المنصة يكونوا مشاهد معدة مسبقا ويبدأوا يدعوا إليها أطفال آخرين للدخول في اللعبة. يعني هي حاجة كويسة إنها بتعلمه إنه يكون إزاي أنماط داخل اللعبة. ولكن إحنا بنتكلم في مختلف الثقافات، بشوف إن في بنشوفه كله بيشتكي من هذه المسألة دلوقتي، إنه بيدخل على يعني بعض المساحات أو الحسابات على روبلوكس غير ملائمة لثقافة الشعوب العربية. فبالتالي انا مش هقدر اقول هنا ان انا امنع روبلوكس، عشان بس ابقى دقيق، مش هعرف، ولكن مهم ان انا اعلم ابني ازاي ان هو يتعامل مع هذه المنصه، وازاي ان هو هيشوف الحقيقه اشياء قد تختلف مع طبيعتنا كشعوب عربيه، فبالتالي هيختار الجزء الجيد في هذه المنصه ويبدا يلعب. متوسط عدد الساعات، ما ينفعش اسيبه 8 ساعات في اليوم قاعد بيلعب روبلوكس. انا عارف ان ده شبه، يعني اللي هيسمع دلوقتي يقول شبه مستحيل. الطفل في الاول هيبقى فيه اعراض انسحاب جدا من ان انا بخليه يبعد او بقلل عدد الساعات ده لو وافق اصلا. فبالتالي ما هو ده لو الطفل لا ما نفسه. هو هنا بقى فكره الضبط وفكره ان انا اتحكم ازاي، وان انا اقول له انت عندك ساعتين على الانترنت، ساعتين يقدر يلعب. مش مهندس الولاد بقوا يعرفوا حاجات اكتر مننا. مزبوط. يعني هم ما شاء الله زي ما حضرتك بتتكلم بقوا بيقدروا يعملوا فيزز في اللعبه وبقوا يعملوا في صحيح. انت مش قادر تحكم هو بيلعب ولا هو بيعمل سكريبت علشان يلعب بيه، ولا هو بيعمل تطوير للمرحله. وهيقنعك مش هتلعب بس كمان انت هتكافئه على المجهود الرهيب اللي هو عامله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، تغيير سلوك ابني او بنتي لو انا فعلا بدات ادخله في برامج لتعليم
الجزء الخاص بالبرمجه وبرمجه الروبوتات بيدخل ما بيخرجش. فعلا على فكره انا عايزه يلعب وعايزه يبدا يكون هو الالعاب، يعني انا عايزه لا يتلقى فقط، لان على فكره العالم كله شكله بيتغير. هناك نوعين كده هنقول، حد بيتلقى فقط وحد بيبدع. هو ده شكل البشر خلال الفترات الجاية. من سيتلقى بس اللي هو يفضل قاعد على محتوى ويلعب بس وما عندوش أي شيء تاني، فعليا مستقبله غير جيد حقيقة. فبالتالي الشخص أو الطفل اللي أنا هعلمه الإبداع وعلمه استخدم تطبيقات، أنا هنا مش بتكلم ولا أقدر أتكلم أن أنا أسحب منه أنه يدخل على الإنترنت أو بالعكس. أنا عايز أبدأ أغير سلوكه. على فكرة عايز أغير سلوكي أنا شخصيا كأب وأم في ان انا ابقى نموذج قدام ابني وبنتي، لان هو شايف ان انا قاعد برضه على السوشيال ميديا. فبالتالي في يعني المشكله مشكله عامه، مش مشكله الابناء، هي مشكله في الاساس كمان الاب والام. فبالتالي مهم كلنا نغير من سلوكنا داخل البيت المصري. وعلى فكره في مشكله كبيره جدا حضرتك ذكرتيها في البدايه، الطفل بيلعب او ابني او بنتي بيلعب العاب تشاركيه، فاتح المايك كل احداث البيت بقى، يعني فاتح كاميرا ومايك. فهو بقى منخرط بعد بالظبط اول 10 دقايق من دخوله اللعبه، هو بينفصل عن الواقع المحيط. الكاميرا شغاله والمايك شغال، ده على فكره بيسيبهم على الجهاز ويروح يعمل اي حاجه تانية ويرجع. فمفيش زيرو خصوصيه في المكان. وبنشوف بقى احداث بعد كده، بنشوف كمان العالم كله يتحدث عن هذه المسألة، الاتحاد الأوروبي يتكلم عن هذه المسألة، ابتزاز الأطفال والتحرش الجنسي للأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية. مفيش ليميت للناس أو مفيش أي حدود للناس، يعني أطفال عندها 6 سنين بتلعب مع ناس عندها 25 سنة مزبوط. وكلهم في نفس الشات. ما هو ده اللي بيحصل عشان هما هنا بيتحدثوا عن لا وجود حتى مثلا إنهم عرفوا يستخدموا نفس اللغة، الموضوع اتحل. مظبوط، حتى منصة روبلوكس غير قادرة على إنها تسيطر على هذه المسألة. لو هتكلم بقى عن تغيير سلوك الابن او البنت، هناك برامج كتيره جدا حقيقي، يعني مثلا مبادرات وزاره الاتصالات في اشبال مصر الرقميه، ده شيء مهم جدا. حتى لو لم يتمكن يعني نتيجه الاقبال الشديد، هناك مراكز جيده بدات ان هي الحقيقه تتجه لانها تقديم هذه الخدمات. فبرضه ده قطاع خاص محتاجين نشجعه، ننتقي منه طبعا ونشجعه. هناك بالعكس منصات، وابحث كأب وأم على المنصات اللي انا اعلم فيها ابني عن صناعة محتوى. لا، في مبادرات كتير غير مبادرة اشبال مصر. وزارة الاتصالات عاملة التكنولوجي هاب اللي موجودة في العاصمة الإدارية، فاتحة سواء هنا أو في الحقيقة مبادرات خاصة أو في في القرية الذكية، يعني في أماكن مختلفة وموفرة يعني انتقالات ببلاش، وعاملة كتير حاجات. دي امتيازات. ولكن من لم يتمكن في يعني هذه مثلا السنة في الدخول، ابدأ إنها بالعكس اكسب فتره الصيف وعيد تنظيمها. الابن يعني ابني وبنتي بيتغير ليه؟ لانه بيستخدم الحقيقه الجهاز بتاع الكمبيوتر، بيستخدم الموبايل بس في شكل ايجابي. برضو لازم ادور على منصات، هناك منصات مجانيه موجوده بتعلم برمجه وكودينج بشكل جيد جدا، زي سكراتش اللي موجوده في بعض المدارس وخلافه. ومهم ان اعلمه ازاي يصنع محتوى بقى، يعني ما عنديش مشكله ان انا اجيب له مايك كويس جدا والكاميرا وابدا ان انا اعلمه ازاي يكتب سكريبت. الحاجه مهمه، ما اقدرش اقول له لا ما تعملش محتوى، انا اللي اصنع محتوى، يعلمني ويعلم اللي يعلموني بس يعني يعلمه ان هو يختار مفهوم الموضوع اللي هيتكلم فيه بدل ما يطلع يقول انا وانا وكلت ورحت. وابدا اشوف بره الاطفال بيصنعوا محتوى جيد ازاي، وابدا ان انا حتى اتعلم من. طيب ده جميل جدا يا باشمهندس. واحنا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم عن تقرير صدر من الامم المتحده بيقول ان نسبه الاطفال اللي بيستخدموا الانترنت والابلكيشن ارتفع صحيح من 65% ل 79%، وحدد الفئه العمريه من سن 15 ل 24 سنة صحيح. ودي فئة خطرة جدا في ان هم بهذه الكثافة وهذا العدد الكبير ان هم يستخدموا الانترنت والابلكيشن. هنا عايزين نتكلم عن الضوابط، لانه التقرير قال ان المسؤولية مسؤولية الجميع. احنا دلوقتي احنا بنتكلم مع حضرتك جبنا الجانب اللي هو مسؤولية الاب والام. التقرير بيقول ان في مسؤولية كبيرة جدا بتقع على صناعة التكنولوجيا وعلى القطاع الخاص. ده يعني المسؤولية الحقيقة الوعي حتى التكنولوجيا مسؤولية مجتمعية، مسؤولية قطاع خاص ودولة والأسرة وكل منظمات والمنظمات باختلاف تخصصاتها. خليني أقول لحضرتك الضوابط. أنا دايما بقول ودايما يعني بأكدها، مهم جدا نعيد صياغة التواجد بعض المنصات بشكل ما في مصر، مش تواجدها إن هي موجودة أو لأ، ما يحدث او ما يتم او الخدمات اللي بتقدمها المنصات دي داخل مصر. يعني هناك بعض دايما بذكرها، هناك بعض احدى منصات
فيها بعض الخاصة بالبث المباشر، وهذا المحتوى دائما هو محتوى للأسف اللي بنشتكي منه أنه غير لائق لكل أبنائنا وأولادنا. فمهم أن أنا أعيد صياغة هذا الأمر. الحاجة الثانية، هناك بعض مثال بعض الدول مثلا يعني الصين قالت أن أنا الألعاب الإلكترونية مش هيقدر يدخل على منصات الألعاب الإلكترونية في فترة طول أيام الأسبوع. أنا بذكر، أنا مش بقول إن إحنا نعمل كده، ولكن أنا بقول هي عملت إيه؟ قالت يعني أنا أقصد إن أنا بطرح حين أنا هنا في محل إن أنا بطرح تجارب اللي حصلت إيه. قالت لك إحنا شعوب، إحنا دولة منتجة، فمهم إن أنا خلاص مش قادر أوصل لمرحلة إيه، مش قادر أمنع ابني وبنتي إن هو يستخدم، والأب والأم مش قادرين. أنا كدولة قررت إن أنا أوقف الدخول على منصات الألعاب الإلكترونية طول أيام الأسبوع ما عدا في الأجازات وعدد ساعات محددة، وبدأت المنصات ما تشتغلش بعد فترة المسائية اللي هي 10 بالليل. ده للكل يا فندم. طب هو يعرف منين؟ كل من لا قادر يتحكم، الفئة العمرية، كل دولة قادرة تتحكم إيه اللي يبقى موجود على الإنترنت في من مصر مثلا أو من أي دولة تانية، أو إنه ما يبقاش موجود. إمكانية تطبيق هذا موجود، ولكن المهم إنه إرساء الضوابط والمعايير، لأن فعليا الأسر المصرية غير قادرة للتحكم الكامل على أولادها. لأن أنا دايما بقول بنصح، بس أنا بالعكس أنا عندي مشكلة في بيتي إن أنا مش قادر أسيطر. الأم كمان هي اللي موجودة، الأب طول النهار بره، فالأم هي اللي شايلة هذه المسؤولية. مهم بقى حاجة تانية، حاجة بسيطة خالص، لا مش تكون الأم موجودة، ممكن تكون الأم في الشغل عادي. والأم يعني أقصد الأم هي دايما هي اللي بتبقى خط التعامل الأول مع الأبناء. طب مهم كمان حاجه بسيطه جدا، الراوتر اللي في بيتي ده مهم ان انا اتحكم، يعني احط ليه معايير وضوابط. شوف حضرتك احنا بنتكلم عن معايير وضوابط، مهم احط معايير وضوابط على الراوتر اللي موجود في بيتي، واقول ايه الجهاز اللي استخدمه وايه اللي ما استخدموش وعدد ساعات قد ايه، وايه المواقع اللي ممكن ما يفتحهاش من جوه الراوتر. دي خصائص واعدادات جوه الراوتر، حتى لو هو مش هيعرف يعملها يكلم الشركه المقدمه الخدمه ويقول له انا عايز مواقع معينه اغلقها اقفلها على الراوتر. تمام. او اشغلها عدد ساعات معينه اللي بنسميها وايت ليستنج كده على الراوتر. ده شيء بسيط جدا ومتاح في كل بيتنا ونقدر نعمله بكل سهوله. فبالتالي دي امكانيات بسيطه، ولكن ده احنا مش بنقول بقى ان هو ديكتاتوريه في مساله، لكن ده انا بحمي حقيقي قولا واحدا بنقذ. ولما عيالك يسالوك قول لهم الشركه هي اللي عملت مش انا. اي عادي بالظبط كده. فده هيبقى وسيله حقيقه ان انا ابدا اغير سلوك ابني او بنتي بشكل مختلف. أكيد. المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، نورتنا وعرفتنا موضوع الوايت ليست ده، يعني مزبوط. أعتقد مش هيعدي مرور الكرامة عند كتير من الأهالي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. خلينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. استمرارا لجهود الدولة في القضاء على العشوائيات، امبارح أعلنت وزارة الإسكان انتظام الخدمات المقدمة لمتضرري السيول بمنطقة زرايب مايو سابقا، بعد نقلهم طبعا للمنطقة البديلة ظهور 15 مايو، واللي نفذتها وزارة الإسكان ممثلة طبعا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس. والحقيقة أن حي ظهور مايو بيعد نموذج لما تقدمه الدولة من توفير الحياة الكريمة لأهلينا من متضرري السيول، واللي كانوا بيقيموا في مناطق عشوائية وخطيرة كمان بتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية. كمان النقل ده وفر أماكن حضرية لممارسة العمل في جمع وفرز القمامة، بالإضافة طبعا لكتير قوي من الفوائد اللي عادت عليهم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن حمزة مسؤول ملف الإسكان بجريدة الوطن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور وصباح الخير على كل المصريين. أهلا وسهلا. عايزين نعرف المجهود اللي اتبذل علشان نتكلم عن الوضع، إزاي بقى في وضع أفضل لأهالينا في العاملين بجمع المخلفات في منطقة زرايب مايو سابقا، اللي حتى الاسم نفسه بقى مختلف، ظهور 15 مايو. خلينا نتفق إن إحنا عندنا مشروع اسمه المشروع القومي لتطوير العشوائيات. سيادة الرئيس فور توليه السلطة عملوا دراسة في مصر، إحنا عندنا مناطق غير آمنة، مناطق عشوائية، مناطق صعب الوصول ليها، مناطق الناس بتعاني فيها وبتعيش فيها حياة غير كريمة بالمرة. عدد المناطق ديت على مستوى الجمهورية اكتشفنا ان هو 112 منطقة. احد هذه المناطق هو المربع بتاع مسبيرو اللي احنا موجودين فيه النهاردة. تمام.
الدولة بدأت تدرس إيه الأماكن اللي ممكن نقدر نطورها وإيه الأماكن اللي لازم تتزال فورا. إحنا عندنا 63 منطقة عشوائية غير أمنة تم التعامل معها بالتطوير. عندنا 49 منطقة جرى إزالتها، بعض اتزال بالفعل والبعض لسه في طريقه إنه يتزال. لكن بشكل عام هذا المشروع مشروع قومي يستهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين. الملف اللي حضرتك بتتكلم فيه النهاردة هو أحد هذه المناطق. كان الناس عايشة على مخرات سيول. في 2020 لو نتذكر ونرجع كده بالذاكرة هنلاقي إن حصل سيول وأمطار شديدة أخذت في وشها عدد من البيوت، حصل وفيات لأطفال ولسيدات كبار في السن، فكانت كارثة. طبعا الدولة بدأت تتحرك، بدأت تشيل الناس ديت. أولا وفرت لهم سكن بديل بالإيجار، يعني حضرتك هتسكن في مثلا في شقة إيجار لحد ما أوفر لك البديل. مين اللي تحمل الإيجار؟ الدولة. يعني الدولة قررت لحين ما يستقر في البيت الجديد اللي الدولة تبنيه بالضبط قيمة الإيجار لهذه الأسرة. احنا عندنا 1008 أسرة. بعض الأماكن التطوير بتاعها يقتضي أنك توفر له مكان للعمل فيه في نفس المكان. يعني حضرتك مثلا راجل بيشتغل على عربية كره، أو راجل عنده حصانين علشان خاطر بيشغلهم في منطقة الأهرامات، لو اديته شقة مش هيروح يسكن فيها، هو عاوز يسكن مع الحيوانات اللي بيربيها. مكان في حظيرة مثلا لازم يكون في حظيرة. الجماعة اللي بيشتغلوا في تجميع القمامة هو حياته مع المكان اللي بيشتغل فيه. فالدولة عملت حاجة اسمها مجتمع عمراني متكامل، تمام، بحيث ان انا اوفر له الحظيرة اللي بيشتغل فيها او اللي بيربي فيها الحيوانات بتاعته، واعمل له مجمعات لتجميع هذه المخلفات بشكل آمن، فيها طبعا المطافي، في صحة، في مش عارف مدرسة، في مجتمع متكامل. احنا عندنا 834 حظيرة في هذه المنطقة، تمام. احنا عندنا مركز طبي لعلاج الناس، احنا عندنا مدرسة للطلاب، احنا عندنا حدائق وطرق خضراء. خلي بالك احنا بنتكلم على زهور مايو، صح كده؟ زهور مايو اللي كانت اسمها زرايب مايو، تمام. قبل 2020 الخدمات دي ما كانتش موجودة فيها. قبل 2020 هذه الأماكن ما كانتش تصلح لإقامة حيوانات، فبالتالي ما فيش خدمات، ما فيش حاجة خالص. طبعا ما فيش حاجة. واحد بني على مخر سيول بيبقى بني بشكل عشوائي، مساحات ضيقة، مش مرافق. لو مش ترجع باني اصلا عدل، يعني خالص شديد ولا حاجه، ولا الوضع مهدد بال مفيش اي عوامل امان ولا امن ولا طبعا. يعني الطبيعه حتى صعب. يعني الناس النهارده لما تشوفيهم وتشوفي اولادهم وهم فرحانين بالمدرسه وفرحان بالطريق اللي بيمشي عليه وفرحان بالوحده الصحيه اللي بيكشف فيها وبيتلقى فيها خدمه طبيه متميزه، يعني الوضع مختلف. احنا عندنا محلات اللي يروح يشتري منها اكله وشربه، اسواق في سوق ده تجاري. ده ما كانش موجود. لا خالص، دي حياه عشوائيه. يعني موجوده ومش موجوده، يعني في محل موجوده ولكن ده محل، في مثلا ما فيش مدرسه في المكان دوت. عشان يروح مدرسه الطفل يمشي له 3 4 كيلو 5 كيلو عشان يوصل لاقرب مدرسه، يتسرب من التعليم وبالتالي يكبر المشكله. بالظبط بالظبط بالظبط. احنا النهارده عندنا 1008 اسره مستقرين في حياه كريمه وامنه، عايشين عيشه طبيعيه تليق بالمصريين في الجمهوريه الجديده اللي وعد بيها فخامه الرئيس. عظيم. استاذ ايمن، امتى بنقرر ان احنا هنزيل المنطقة دي ونبني مكانها، ولا هنزيل المنطقة دي لأن هي فيها خطورة ونبني في مكان آخر؟ وهل بنراعي القرب، قرب المسافة؟ طيب خلينا نتفق إن الأماكن زي ما احنا قلنا احنا عندنا 112 منطقة خطرة تم رصدها، 63 قدرنا نطورهم في مكانهم. يعني تروح مثلا تل العقارب، تل العقارب هنا في السيدة زين، منطقة كانت يعني حاجة صعبة، هنا في مزبيرو، مثلث مزبيرو كان الوضع صعب. يمكن حضرتك كنت جاي للتلفزيون بتشوفه وانت خارج بتشوف المكان ده كويس آمن، نقدر نشيل كل ده ونتعامل مع الناس بثلاث طرق.
حضرتك عاوز تسيب المنطقه وتمشي خالص اتفضل، قيمه الوحده بتاعتك اهي. حضرتك لا انا عاوز شقه قيمه عادله تسمح بانه انه ياخد في مكان اخر. مظبوط. او حضرتك تقدر تاخد بدل مالي تاجر بيه لحد ما نخلص المبنى زي ما حصل عندنا في منطقه الزرايب وترجع تاني للوحده بتاعتك امن مطمئن. واخد بال سعادتك؟ يبقى يا اما بياخد فلوس ويمشي ياخد شقه في مكان تاني في احد مشروعات الدوله زي حي الاسمرات او يرجع تاني للمكان بتاعه. طب انا عايز اطبق على كلام حضرتك، احنا مش بنتكلم بس على 15 مايو او الزرايب في 15 مايو اللي تحول للزهور، احنا عندنا كمان اماكن اخرى زي مثلث ماسبيرو والفسطاط وسور مجرى العيون، كل دي اماكن ومشروعات تنمويه فعلا حصل فيها تغيير. خلينا نعرف تفاصيلها اكتر من المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. يا باشمهندس اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين حضرتك. طيب احنا هنتكلم عن المناطق اللي انا ذكرتها، ولكن الشيء بالشيء يذكر، احنا اتكلمنا عن منطقه زهور مايو، احنا عايزين نعرف بقى مساحتها قدمت ايه خدمات للسكان، اختلفت ازاي؟ طبعا يا فندم يشرفنا، حضرتك فاكره طبعا المنطقه دي كانت منطقه منكوبه بالسيول في 2020 طبعا. كانت مبنيه بيوت وعشش يعني تفتقر لكل الخدمات الاساسيه في مقر سيل، فطبعا جه السيل في شهر 3/2020 يعني كلنا نذكر الصور المؤلمه. نعم حصل ضرر كبير جدا ومخاطر رهيبه جدا لاهالي المنطقه. وزاره الاسكان اشتغلت على مساحه 67 فدان في منطقه بعيده عن المكان المعرض للمخاطر ده، واتبنى فيه عمارات سكنيه بحوالي 1008 وحده سكنيه. وبس مش مجرد عمارات، احنا بنتكلم على مجتمع عمراني متكامل بيحترم اهل المنطقه وحرفتهم في تجميع وفرز القمامه وتدويرها والكلام ده كله والحظائر اللي كانوا بيستخدموها. فامبارح الوزير المهندس شريف الشربيني كان بيتابع الموقف ونشرنا الفيديو، يمكن حضراتكم اذعتوه في القناه، للانتظام الحياه في المنطقه. الاهالي المنطقه استلموا وحدات كامله مجهزه مؤسسه بالكامل، فولي فينيش يعني مفروشه بالكامل ومسطبه، وبالفعل استلموا مع كل وحده سكنيه منطقه مساحه مخصصة للمهنة اللي هم بيشتغلوها فيها فرز للقمامة، وبشكل منظم جدا بينظم العمل بتاعهم وبيحقق لهم دخل أكبر كمان من اللي كانوا بيتحققوا، وتعمل لهم كمان حظائر نموذجية علشان تنظيم المنطقة. فبنتكلم على مجتمع عمراني في سكن، في وحدة صحية، في حضانة، في مدرسة، فطبعا ده تحسين لحياة الناس اللي كانت موجودة وتوصيل لكل الخدمات اللي كانوا محرومين منها في الأول، واللي طبعا كان له تأثير سلبي جدا عليهم وعلى المهنة اللي بيمارسوها. طب عظيم باشمهندس، عشان نحافظ بقى على الشكل الجميل لزهور 15 مايو بكل ما فيها، في بعض الناس ما بيبقاش عنده القدر الكافي من الوعي ازاي يحافظ على المنطقة دي، احنا ايه دورنا يا فندم في الوزارة في الحفاظ على المنطقة وما تم فيها؟ احنا طبعا يا فندم عادة في كل مشروعات الوزارة ومش بس المشروع ده بنوجه بنكلف شركات صيانة ونظافة للمكان. وطبعا احنا هنا في المشروع ده بالتحديد شركاء معانا محافظة القاهرة وشركاء معانا وزارة التضامن اللي قامت بتأسيس الوحدات، فاحنا عندنا أكتر من شريك في الدولة شغال على هذا الموضوع. مش بس دايما انا سامع كنت حضرتك بتتكلموا على اللي حصل في الأسمرات وفي غيط العنب وهنا وهنا. الدولة كلها بكل أجهزتها بتخش بتعمل تنمية في المكان، بتعمل توعية لأهل المنطقة على الـ 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 الأصول الجديدة اللي حصلوا عليها بشكل جاني من الدولة كاملة، وبتعرفهم يعني إيه منظومة متكاملة للتنمية، وفي نفس الوقت برضو بنكمل معاهم على المستوى الاجتماعي سواء في المدارس أو في دور العبادة أو في الوحدات الحكومية اللي موجودة. زائد أن الدولة طبعا بالتكامل مع وزارة التنمية المحلية بتقوم على صيانة ونظافة المكان، وده طبعا بيحسن الوعي عند الجماهير أو الأهالي اللي ساكنين في المنطقة. أكيد. طيب يعني احنا بنتكلم في ان احنا بقى في عندنا مجتمع كويس قوي، واتكلمنا عن ان احنا هنشوف ازاي الناس تفضل تصونه، الخطوة القادمة اللي هتحصل لمختلف المناطق بقى مش فقط منطقة زهور 15 مايو. طبعا يا فندم اشتغلنا في اكتر من مكان زي ما تفضلت في اول المداخله، اشتغلنا في سور مجرى العيون، اشتغلنا في مثلث ماسبيرو. وعلى ذكر مثلث ماسبيرو، الاهالي اللي كانت موجوده وكان في تخوف كبير ان الدوله ما تعملش وحدات سكنيه وما تاخدش تعويضات، الحمد لله بدانا في اول مرحله ال10 ابراج اللي هي السكن البديل لاهل المنطقه قبل اي تطوير حصل في المنطقه،
تم انشاء العمارات دي وتسليمها للاهالي مشطبه بالكامل. عظيم. علشان نحافظ على الاهالي اللي كانت موجوده في المكان بعد عمليه اثناء عمليه التطوير وبعد عمليه التطوير. طيب منطقه مجرى العيون كنت ساتك بتتكلمي عنها، ده اثر تاريخي عملاق اللي هو السور اللي هناك موجود، وكان مجاور له كميه كبيره جدا من المخلفات والكيماويات والمدابغ وكميه كبيره جدا من مخلفات العاصمه في مركز العاصمه على نهر النيل، فكان طبعا مكان سيء جدا مليان اوبئه فقير للخدمات، الاهالي فيه تتعرض لمخاطر رهيبه كل يوم. فطبعا الحمد لله اول حاجه اتعمل مدابغ كبيره جدا في مدينه بدر، منطقه صناعيه متكامله بعمارات حوالي 1008 وحده سكنيه، برضو تم تسكين اهالي المنطقه فيها جنب المصانع اللي بتصنع الجلود والمدابغ، وتعمل منطقه صناعه جلود متكامله في مدينه بدر. وبعدين بدانا العمل في المنطقه وشلنا حوالي 7 مليون متر مكعب مخلفات كيماويه، وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي نشرناه اول امس منظر المكان بقى عامل ازاي. اتعمل فيه مجتمع عمراني متكامل، منطقه سكنيه فيها 79 عماره بتضم 1924 وحده سكنيه، غير مناطق الاداره والتشغيل، ده غير مناطق المولات التجاريه والترفيهيه والسينمات ومسارح مكشوفه، والحاجات دي حاليا داخل اطار التشغيل والخدمه. فبنتكلم على مشروعات تطوير داخل القاهره، وبنتكلم على مشروعات توعيه ودعم الاهالي المناطق العشوائيه اللي كانت بتتعرض للمخاطر، وبنتكلم على منظومه عمرانيه متكامله، مش بس بنقدم سكن فقط، لا بنقدم مجتمع عمراني متكامل لاهل المنطقه. الشغل على التوازي مش على التوالي، كل الحاجات حصلت في نفس الوقت وهو ده اللي يمكن فرق. كل الشكر ليك المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا ليك. نرجع مره ثانيه للاستاذ ايمن، ويمكن كان في انا احس في تعقيبي الاول على الكلام عمرو بيه، يعني حضرتك بتتكلم على فكره الوعي. لسه رئيس الجهاز الباشمهندس علي سعد بيكلمني على قد ايه، يعني انا بساله نفس السؤال دوت، قال لا ده انت مش متخيل قد ايه الناس هناك حريصه جدا على جمال المكان وحريصه على نظافته وحريصه انها توعي ولادها، يعني حافظ على الـ على الـ على الشقه بتاعتك، حافظ على شارعك، حافظ على النادي، حافظ على مش عارف المدرسه، لان هو عاش فتره طويله محروم من الخدمات دي. فالناس هناك بتوصي ولادها، ده يعني على لسان المهندس علي سعد رئيس الجهاز هناك، بيقول لي الناس احنا كنا متخوفين من ده، لكن لقينا العكس، الناس حريصه على انه يحافظ على مدرسته وعلى الحضانه بتاعته وعلى جميل جدا. فده يمكن يعني اللي كنت هقوله كمان كان مرتبط بنفس النقطه، في احد الافتتاحات للسيد الرئيس برضو المشروع مشاريع الاسكان البديل كان بيتكلم عن ان الناس اللي بنت لفتره من الفترات وكانت المباني دي عشوائيه بدون تخطيط بدون ترفيق، الشوارع كانت ضيقه لدرجه لا تسمح بدخول حتى سيارات الاسعاف لا قدر الله، او المطافي لا قدر الله لو حصل حاجه يعني. وفي نفس الوقت كانت الشقق جرح بعض زي ما بنقول، فبنلاقي بعض الناس اللي بيقفل البلكونه بتاعته وبيعملها شباك، واللي بيحط ستاير على الشبابيك بتاعته والبلكونات. فاعتقد ان ده كمان برضو جانب من الوعي للناس، الصوره اختفت على الشكل خلاص. على الشكل الجمالي العام، الصوره اختفت اللي ساكنين فيه. اختفت من كل المناطق ال112 اللي بنتكلم عليهم دول، الصوره دي اختفت منهم تماما، واعتقد انها في طريقها للاختفاء من مصر كلها. نتمنى يعني في اقرب فرصه ان احنا ما نلاقيش منطقه عشوائيه في مصر، نتمنى ان احنا في اقرب فرصه كل المناطق اللي الدوله قررت انها تدخل فيها بتقلها زي ما بنقول، يعني في جزء من القصه يا جماعه حضراتكم يمكن تكونوا عديتوا عليها كده، ان الراجل استلم الشقه مؤسسه، يعني هو خدها مفروشه. حضرتك ما فيش دوله في العالم بتدي لمواطن شقه مفروشه، احنا مش بندي لمواطن، ده الاسمرات تقريبا كلها كده، غيط العنب كلها كده، اهالينا كده، الناس بتاخد بديل العشوائيات، بياخدوا وحدات سكنيه مؤسسه مجانا يا فندم. وبعدين وزاره التضامن بتدخل، يعني بعض الجماعه دول ما عندوش اصلا لا زريبه ولا عنده مركز تجميع ولا عنده حاجه، فتدخل حياه كريمه تشوف وضعه ايه وبتعمل لهم رواتب اللي هي زي المعاشات كده والحاجه، فدي حاجه يعني دي حاجه مش موجوده قبل كده وما شفناهاش قبل كده. نتمنى انها تمتد لكل التجمعات التنمويه ولكل المناطق العشوائيه اللي تم تطويرها، لان اهالينا تستحق، ولان طبعًا الدوله طبعًا ولان الدوله بتتحمل مسؤوليتها كامله. كان المشروعات اللي اتعملت واللي لسه مستمره في التنفيذ. كل الشكر ليك الاستاذ ايمن حمزه الصحفي المسؤول عن ملف الاسكان بجريده الوطن. شكرا لوطن. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
كده مشاهدينا تكون حلقتنا خلصت مع حضراتكم، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.